يا مساء الرضا والفل والجمال على حضراتكم مشاهدينا مشاهدي اون تايم سبورتس في كل مكان. حلقه جديده من برنامج الهدف. اسود الاطلس لا تعرف المستحيل. الحقيقه ان على الشعب المغربي انه يتشرف بمنتخب المغرب سواء الاول او الاولمبي. بجد 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 حاجه تشرف، حاجه ترفع الراس، مش بس ترفع راس الشعب المغربي الشقيق، ترفع راس كل الامه العربيه والوطن العربي. اللي عملته المغرب في كاس العالم في قطر ووصولها للسيمي فاينال، وان هي تطلع اسبانيا وقبليها البرتغال وتطلع بالعافيه من فرنسا في ماتش السيمي فاينال بعد اداء مبهر. النهارده لما تشوف بدايه المنتخب المغربي في اولمبياد فرنسا وانه يبقى متقدم على الارجنتين، وما ادراك ما الارجنتين، يتقدم عليها 2-0 وبعدين الارجنتين تجيب هدف فتخلص الفارق، وبعدين نفتكر كلنا ان هي اتعدلت بعد ما الحكم حسب 15 دقيقه وقت بدل ضائع وتسجل هدف يوقف او يصفر، فالناس كلها تفتكر ان الماتش خلص، اتاريه هو بيوقف الماتش لغايه لما اعمال الشغب واللي حصل ده يخلص وبعد كده يبلغ اللعيبه والمنتخبين ان هم يجروا عمليه الاحماء عشان يكملوا 3 دقائق وبعد كده يرجع للفار فالفار يلغي الهدف فتكسب المغرب 2-1 في مستهل لقاءاتها في الاولمبياد بهدفين لسفيان رحيمي. لما تيجي تبص على اللي بيحصل ده تتاكد انه مش وليد الصدفه. لما تشوف وليد الرجراجي في منتخب المغرب الاول وتشوف طارق السكتاوي في منتخب المغرب الاولمبي بمعاونه يوسف حجي، تشوف 23 محترف في منتخب المغرب الاول، تشوف 14 محترف في المنتخب المغربي الاولمبي، يبقى على الشعب المغربي ان يفخر بفوزي لجع، بوليد الركراكي، بطارق السكتاوي، برحيمي، بحكيمي، بزياش، بالمنتخبين، بعدد المحترفين، بنظام البطوله. اللي مثلا فريق زي نهضه بركان اللي كان بيلعب قدام الزمالك في الكونفدراليه ما تاجلوش ولا لقاء ولا لقاء في بطوله الدوري المغربي. بص على اللي كانوا الفرق اللي كانت بتلعب في دوري ابطال افريقيا هتلاقي نفس الشيء، ولو حد تاجل له هتلاقي لقاء بالكتير ولا اتنين. هتلاقي مفيش جدول مسابقات معتل، مش هتلاقي لوائح عقوبات مهترئه، هتلاقي في نظام، هتلاقي في منظومه كوره، هتلاقي في منظومه لاداره الكوره المغربيه، فالناتج بتاعها ان انت بقى عندك منتخب عربي بيناطح المنتخبات العالميه عادي جدا. يعني قصه اللي عملته المغرب النهارده وبفوزها في مستهل لقاءاتها في بدايه دور المجموعات ياكد لك ان اللي عمله المنتخب الاول ما كانش طفره، ما كانش ضربه حظ ولا وليد الصدفه ويعني فوره بركان كده وراحت لحالها، لا ده في نظام وفي اداره للكره المغربيه نتج عنها تالق غير طبيعي للمنتخب الاول يوصل في سيمي فاينال كاس عالم، وان عندك النهارده بدايه المشوار. بالنسبه على فكره ممكن منتخب المغرب الاولمبي لا يوفق وما يكملش، بس فكره ان انت بتشوف منتخب عربي بيلعب مع الارجنتين ند بند، القصه بقى بتاعت التمثيل المشرف وان احنا رايحين نقف 11 في ال 18 وان ما يخشش فينا جول، لو اتغلبنا 2-0 يبقى احنا كده زي الفل وبتاع، لا هو رايح عادي جدا بيكسب الارجنتين 2، بيدي الارجنتين 2 عادي جدا. فاسود الاطلس رفعوا راسنا وشرفونا النهارده كوطن عربي وكامه عربيه في مستهل لقاءاتهم مع الارجنتين في مجموعتهم في اولمبياد باريس. شد الخط على استقامته، هتلاقي منتخب العراق بعد ما كان متأخر في النتيجة أمام منتخب أوكرانيا بيقدر يعود ويتعادل ثم يفوز في لقاءه أمام منتخب أوكرانيا، فكل التحية للشعب المغربي الشقيق على الفوز النهاردة على بداية المشوار المهمة جدا، بداية المشوار الجيدة جدا 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 النهاردة في مستهل لقاءات المنتخب العراقي في أولمبياد باريس. على الجانب الآخر منتخب مصر أداء متوسط وهناخده طبعا بالتحليل وبالتفصيص وبالتمحيص مع العالمي احمد حسام ميدو النهارده في فقره التحليل، هنتكلم اكتر عن منتخبنا الاولمبي وليه الاداء ما طلعش بالشكل اللي احنا كنا متخيلينه او متوقعينه او على الاقل بنطمح اليه، مع الدومينيكان ماتش المفروض اللي احنا كنا متوقعين وكنا نامل اليه ونطمح اليه انه يكون ماتش في المتناول، لانه المفروض بالحسابات اللي على الورق الدومينيكان ثم منتخب اوزبكستان هما الاقل على الورق من منتخب اسبانيا اللي احنا هنلعبه في الاخر. فالمفروض ان احنا كنا نحاول نطلع من اللقاءين اللي في الاول بتوع الدومينيكان وبتوع اوزبكستان باكبر عدد ممكن من النقاط، تكسب الماتشين
تكسب ماتش وتتعادل ماتش عشان تروح للقاء الاخير منتخب اسبانيا، وانت مش في احتياج قوي للنقاط بتاعه المباراه الاخيره عشان المنتخب الاسباني يعني من المعلوم ان هو غالبا هيبقى هو متصدر هذه المجموعه. ولكن الاداء جاء مخيبا للامال. ربنا يكرم منتخبنا، ربنا يكرم المدير الفني ميكالي فيما هو قادم، يحاول يكسب الماتش اللي جاي عشان الماتش اللي جاي مكسبنا ليه يزود فرصنا بشكل كبير ان شاء الله ان احنا نصعد الى الدور التالي. من المنتخب الاولمبي نروح للنادي الاهلي. كم خبر سريع ومهمين جدا في النادي الاهلي. النهارده انتشرت اخبار بعد تصريحات احد الصحفيين الايطاليين الموثوق فيهم ان في اهتمام من نادي بولونيا الايطالي بمحمد عبد المنعم. تواصلنا مع الطرفين، مش مع الطرف الايطالي، تواصلنا مع الطرفين اللي يخصوا نادي الاهلي اللي هو اللاعب واداره النادي الاهلي. اللاعب لم يصله اي شيء، لم يصل اي يعني شكل من اشكال التواصل من نادي بولونيا مع محمد عبد المنعم، لا بشكل رسمي ولا بشكل شفهي ولا باي حاجه. ولا وبرضه تواصلنا مع النادي الاهلي، هل في اي حد كلمكم يا جماعه بخصوص عرض رسمي قدم من نادي بولونيا الى محمد عبد المنعم او لاستقدام محمد عبد المنعم؟ برضه مفيش اي حاجه وصلت للنادي الاهلي. لما تقصينا شويه عن الموضوع لقينا ان نادي بولونيا الايطالي اسم محمد عبد المنعم مطروح امامهم كواحد من الاسماء والمدافعين اللي ممكن نادي بولونيا الايطالي يستعين بيهم خلال الموسم المقبل، لان هو عنده مدافع اسمه ريكاردو، انا ناسي اسمه، ريكاردو ايه، كالافيوري، ريكاردو كالافيوري ده هينتقل من بولونيا، لو مدافع المنتخب الايطالي ينتقل من بولونيا الى ارسنال، وبالتالي هم عايزين يدعموا صفوفهم وصفوف خط دفاعهم خلال الموسم المقبل. فاسم محمد عبد المنعم واحد من الاسماء المطروحه، لكن حتى هذه اللحظه اللي احنا بنتكلم فيها حضراتكم محمد عبد المنعم لم يصله اي شيء رسمي، اداره النادي الاهلي لم يصلها اي عرض رسمي، وان كان اللي اتقال لنا انه اذا قدم او اذا تم تقديم عرض رسمي من بولونيا برقم ومقابل مادي جيد، محمد عبد المنعم في يعني اشد حالات الانتظار الى هذا العرض، لان هو نفسه يحترف بره وخاصه في احد الدوريات الاوروبيه، وطبعا لما اتكلم عن الدوري الايطالي فحدث ولا حرج. نفس القصة، النادي الأهلي لا يمانع إذا ما تم تقديم عرض بمقابل مادي جيد كبير أنه يستغنى عن خدمات محمد عبد المنعم ويتم تعويضه بمدافع واسم آخر خلال الموسم المقبل. فيما يخص برضو النادي الأهلي، في مشكلة تلوح في الأفق، ولكن تعمل إدارة النادي الأهلي وإدارة التعاقدات في النادي الأهلي على حلها خلال الساعات القادمة، والتي تخص أليو ديانج والخلود السعودي. أليو ديانج وضعه هقوله حضراتكم دلوقتي من الألف إلى الياء. أليو ديانج كان عقده يخلص مع النادي الأهلي نهاية موسم 2025 اللي هو السنة الجاية، فكان يحق لي الانتقال إلى أي نادي أو التوقيع إلى أي نادي في الانتقالات الشتوية يناير القادم. لما جه عرض الخلود السعودي، وهو بالمناسبة الرقم الحقيقي لإعارة أليو ديانج من الاهلي المصري الى الخلود السعودي هو 350 الف دولار، مش 600 ولا 650 ولا 700 ولا 800 زي ما انتشر خلال الساعات والايام الماضيه، هو 350 350 الف دولار مقابل او اعاره لمده عام، ومفيش في بند او مفيش في عقد الاعاره ده اي بند اللي هو توباي انه يعني يتيح للخلود السعودي ان هو يشتري عقد أليو ديانج، مش موجود. هو عقد إعارة لمدة موسم، وعلى إثر هذا العقد أليو ديانج جدد تعاقده مع النادي الأهلي لمدة موسم آخر. يعني الأهلي عشان يسيبوا الإعارة خلاه يمد عقده مع الأهلي، بدل ما ينتهي 25 ينتهي 26، فبقى عقد أليو ديانج بدل ما ينتهي يونيو أو ينتهي نهاية موسم، احنا الموسم عندنا بيخلص في يونيو، يعني بدل ما يخلص موسم نهاية موسم 25 هيبقى ينتهي نهاية موسم 26، وفي هذا المقابل أو مقابل ده تم الموافقة على إعارته الى الخلود السعودي مقابل 350 الف دولار يتم دفعها النادي الاهلي، غير طبعا المقابل المادي للاعب. طيب المشكل فين بقى؟ المشكل ان بدايه عقد الاعاره ده يبتدي من بكره اللي هو يوم 25/7، يعني بكره او بعد يعني ساعه من دلوقتي، اقل من ساعه من دلوقتي، أليو ديانج على قوه الخلود السعودي مش على قوه الاهلي،
ولكن الأهلي بيجري مفاوضات مع مسؤول الخلود السعودي انه يرج انتقال اليو ديانج الى ما بعد لقاء سيراميكا، مش لقاء المصري كمان، لقاء سيراميكا، يعني ينضم الى الخلود السعودي بعد يوم 29. الخلود حتى هذه اللحظة رافضين، مش عايزين يعملوا كده. اليو ديانج عقده احترافيا يبتدي من بكرة، ولكن احتراما للنادي الاهلي ولادارته ولجماهيره هو مش عايز يمشي غير لما يكون الاهلي اداله الضوء الاخضر بمباركة وموافقة الفريق ومستر كولر والادارة، لانه مش عايز يمشي ويسيب الفريق في موقف صعب، فهو منتظر يشوف الادارتين هيتوصلوا الى ايه. ولكن حتى هذه اللحظة ادارة الخلود السعودي رافضة انه اليو ديانج يبقى مع الاهلي لحين انتهاء لقائي المصري وسيراميكا، اما اداره الاهلي فهي تبذل كل جهدها لاعمال الرغبه الخاصه بمارسيل كولر انه يتم الابقاء على اليو ديانج وعدم رحيله الى الخلود الا بعد لقاء سيراميكا كليوباترا. دي كانت اهم الاخبار اللي موجوده عندنا فيما يخص النادي الاهلي. نطلع لاخبارنا واهم العناوين. اضراب الزمالك حيلة بن شرقي، صفقة سوبر، البند الأغرب وصفقة تاريخية. بيشرفنا وبينورنا انضمام الصحفي الكبير الأستاذ محمد البنهاوي. أستاذ محمد منور الدنيا. نورك يا كابتن. أخبارك إيه؟ الحمد لله تمام. كله تمام؟ كله زي الفل. إيه الأخبار؟ تمام الحمد لله. اضراب الزمالك، إيه موضوع الإضراب؟ سمعنا إمبارح ناس نزلت صور وجابت صور اللعيبة وهي نازلة من مبنى الإدارة، بيقول لك كانوا مش عايزين يتمرنوا، وبعدين راحوا قعدوا مع الإدارة كابتن حسين، وكان في شوية نوش كده. منهم وشوية قالوا اتحايل عليهم إن هم ينزلوا التدريب. يمكن الخبر انتشر بشكل كبير جدا، ويمكن ده هنرجعه بعد شويه للبيان اللي عمله نادي الزمالك. يمكن هو البيان مش موضح، لكن هو كان السبب من اسبابه. انا يمكن اتكلمت مع الكابتن عبد الواحد السيد النهارده وسالته على الخبر ده. طبعا في استياء من مجلس الاداره من انتشار الخبر بالشكل ده، وقال لي ان اولا الاجتماع اللي بيتم بين الكابتن حسين لبيب واداره ولاعيبه نادي الزمالك ده اجتماع شهري. تم الشهر اللي فات وتم الشهر اللي قبله وبيتم الشهر ده. ايوه. والكابتن حسين مش بيقعد بس مع لعيبه الكوره، احنا شفنا له اكتر من اجتماع مع لعيبه الهاندبول ولعيبه الباسكت. عنده اجتماع اسبوعي بيتم مع اعضاء الجمعيه العموميه، وبينزل بالصور بتاعته عشان يتعرف على مشاكلهم. وهو يمكن سياسته هو مش عايز يكون في وسيط، لا هو عايز ان انا على الاقل مره كل شهر اقعد مع فريق الكوره، اقعد مع فريق الهاندبول، اقعد مع اعضاء الجمعيه العموميه، بحيث ان انا اعرف المشاكل بشكل مباشر، لان هو رئيس النادي والمسؤول الاول عنه. أيوه. قال لي الاجتماع متحدد من 4 ايام، والكابتن حسين كمان كان طلب، يمكن قال لي اتصل بيا من 4 ايام وقال لي خلي الاجتماع يوم الاثنين. يوم الاثنين كان الزمالك اجازه ما كانش فيه تدريب. قال لي فانا اعتذرت له، قلت له طبعا نحاول نشوف ميعاد ثاني لان يوم الاثنين ما فيش تدريب. قال لي خلاص خليه الثلاث مباشره. قال لي انا بعت للعيبه على جروب الواتس بتاعهم ان هو اللعيبه المفروض بتيجي 5 الا ربع او 6 الا ربع. قال لهم لا هنيجي الساعة 5 عشان الاجتماع الشهري بتاع الكابتن حسين. الاجتماع يعني متحدد من قبل كده، واجتماع بيتم كل شهر، ما فيهوش اي مشكله. في بعض الصحفيين موجودين في النادي طبعا شافوا ان اللعيبه نازله من مبنى الاداره زي ما قلنا مع الصور مع الكلام ده، استنتج ان ده في ازمه بسبب المستحقات، وان اللعيبه نازله الكابتن حسين لبيب هو اللي اقنعهم ان هم ينزلوا التدريب. اولا معلومه للناس، لعيبه نادي الزمالك صرفت جزء من مستحقاتها اليومين اللي فاتوا. أيوه. وجزء كبير، وبقى لهم جزء من مستحقاتهم هياخدوه على نهايه الموسم. فاذا ما فيش اصلا ازمه مستحقات. أيوه. للعيبه نادي الزمالك. الاجتماع زي ما قلنا كان دوري او كان لمناقشه اللعيبه عشان اعرف انت ايه المشكله بالنسبه لك، تقييمك للفتره اللي جايه، لو عندك اي مشاكل بصفته رئيس النادي. يمكن المشكله الوحيده الموجوده عن الزمالك والاضراب الوحيد هو ابراهيم انضاي، وكلنا عارفين الكلام ده. ابراهيم انضاي له مبلغ كبير يتجاوز $500,000 باقي مستحقاته. احنا عارفين عقد ابراهيم انضاي ضخم في الزمالك، يمكن اتكلمنا عليه قبل كده، $1,096,000 في السنه. ابراهيم انضاي منقطع عن التدريبات، عايز فلوسه. ابراهيم انضاي اتبلغ من نادي الزمالك ومن إدارة نادي الزمالك يوم 30/6 عشان ما يبقاش الزمالك اتدب زي ما بنقول في السنة التانية، ان هو خلاص علاقته بنادي الزمالك انتهت. لكن هو نادي الزمالك، من انا اتكلمت مع اكتر من مسؤول وقالوا لي ابراهيم انضاي له فلوس وهياخدها. أيوه. يعني ما فيش اي مشكلة في كده، لكن هي المشكلة في الوقت، لان الزمالك طبعا احنا قلنا ان عنده ازمة دولارية وعنده قسط شهري بتاع خالد بوطيب عنده ازمات كتيره جدا بالدولار. يمكن الزمالك كان بيحاطط او بيتارجت عرض الترجي التونسي مش عشان ياخد فلوس من ابراهيم انضاي، عشان كان هيساوي
يسوي معاه المستحقات المتاخره دي مقابل عرض الترجي. طبعا ابراهيم انضاي رفض لان ما حدش هيدي المبالغ دي. خلينا نكون واضحين يعني لا الترجي هيدي له الفلوس اللي بياخدها في الزمالك ولا اي نادي. فهو بالنسبه له ابراهيم انضاي نادي الزمالك علاقته بنادي الزمالك انتهت رسميا، لكن خلال الفتره اللي جايه هتقعد معاه الشؤون القانونيه وهيسوي معاه مشكله المستحقات ممكن تتجدول في الفتره اللي جايه وهيمشي. لكن لعيبه نادي الزمالك زي ما قلت لحضرتك بناء على رساله الكابتن عبد الواحد السيد ومكالمته معايا النهارده وبناء على المعلومات اللي معايا ما فيش اي مشكله. الاجتماع ده دوري وما كانش فيه اي اضراب. موضوع بن شرقي هل في جديد؟ موضوع بن شرقي يمكن عايز اقول لك ان قليل قوي اللعيب اللي بيعلم قوي مع قلوب جمهور ويخليه. يمكن جمهور الزمالك مستني اي ضوء اخضر، اي صوره، اي ستوري على انستجرام. بن شرقي يمكن اليومين اللي فاتوا نزل صوره او نزل فيديو بتيشيرت الزمالك بيتمرن، فطبعا الموضوع عمل ضجه كبيره جدا في مصر ان والناس اعتبرتها رساله ان انا جاي نادي الزمالك، والناس كلها بدات تتكلم وناس بدات تتكلم على قيمه عقده وان الراجل خفض. انا تاكدت 100% ان مفيش اي مفاوضات بين نادي الزمالك وبين اشرف بن شرقي. طب ليه أشرف بن شرقي عمل كده؟ ودي تأكيدات حتى مسؤولي النادي مقتنعين بيها لسببين. أول حاجة أشرف بن شرقي لحد اللحظة دي هو طلباته 2.5 مليون دولار في السيزون، وزي ما قلت لحضرتك قبل كده هو بيبقى فري عشان أنت تديله مرتب كبير لأنه بيقول لك أنا ما بكلفكش شراء من أي نادي. تمام. فال 2.5 مليون دولار أنا بقول لك إن أشرف بن شرقي لحد اللحظة دي ما جالوش أي عرض رسمي او ما اتفقش مع اي نادي خلال الفتره دي. وطبعا اللي هيدفع 2.5 مليون دولار هو نادي خليجي. خلينا نكون واضحين مع بعض، الانديه الخليجيه اغلبها سافر لمعسكرات في اوروبا وبيستعد للموسم الجديد. فاشرف في موقف مش حلو يعني، هو ما اتفقش بشكل رسمي، فصوره بتيشيرت الزمالك بتحرك له كل المسائل زي ما بيقولوا. هو ذكاء منه، انا شايف ان هو ذكاء منه. ليه؟ اولا بيسوق نفسه يعني. اولا ارتباط اسمك بنادي الزمالك معناه ان هيجي لك عرض واثنين وثلاثه، والاهلي والزمالك هم فاترينه الخليج وفاترينه الوطن العربي كله. خلينا نكون واضحين. فاولا اشرف بن شرقي بالفيديو ده بقى ترند تويتر، فودى رساله يمكن للوكلاء اللي هم بيتكلموا معاه ان هو مطلوب في الزمالك، وطالما مطلوب في الزمالك هيجي لك عروض تاني. تاني حاجه ان هي برده رساله لنادي الزمالك نفسه بيزغزغهم كده اللي هو يعني ايه ارموا بياكم. هو طبعا متاكد وعارف ان الفيديو ده هيعمل ضغط على الاداره كبير جدا من جمهور السوشيال ميديا، فلو عندكم عرض ابعتوه، لان زي ما قلنا ولحد دلوقتي ما اتفقش مع نادي وكل الانديه خلاص سكنت لعيبتها. رجعت المسؤولي نادي الزمالك تاني قلت لهم حتى بافتراض ان ده صحيح هل في امكانيه ان انتم تبعتوا عرض بن شرقي؟ قالوا لي والله الكوره في ملعب بن شرقي، احنا عندنا سقف معين للمرتبات مش هنعلى عنه، لان ده طبيعي. احنا على فكره امكانيات نادي الزمالك الماليه تجيب بن شرقي وتجيب الاعلى من بن شرقي، بس في الظروف العاديه. يعني في الظروف العاديه ان انت ما عندكش غرامات، ما عندكش ازمات في الفيفا، ما عندكش عقوبات، ما عندكش محلات متباعه لسنه 2024، ما عندكش كل الازمات دي، فامكانيات نادي الزمالك الحقيقيه تشتري بن شرقي وتشتري اعلى من بن شرقي كمان. لكن في الظروف الحاليه اعتقد ان هو صعب، فبن شرقي ينزل من طلباته الماليه هيكون مرحب بيه في نادي الزمالك. وزي ما قال لي مين ما يرحبش بواحد زي اشرف بن شرقي موجود في النادي. نروح الى الصفقه السوبر. يمكن الصفقه يمكن في الزمالك اعلن او جوميز، يمكن الكلام اللي قاله جوميز في المؤتمر الصحفي ان انا مش عايز صفقات، ده طبعا كلام سياسي او دبلوماسي له اغراض ثانيه، لكن هو بينه وبين الاداره هو طبعا عايز صفقه، عايز لعيبه وعايز لعيبه مهمه في الفتره اللي جايه. طبعا في وكلاء كتير بيعرضوا لعيبه على نادي الزمالك، اربع لعيبه اجانب ارتبط اسمهم بنادي الزمالك في خلال الفتره اللي جايه، من ضمنهم طبعا يحيى عطيه الله. وسالت انا سمعت في كلام اتقال ان الزمالك دخل يعلي على الاهلي يحيى عطيه الله ومحمد بن رمضان. ما هو وكيل اللاعب طلع في تصريحات تلفزيونيه وقال احنا نمتلك من مصر عرض من الاهلي وعرض من الزمالك وعرض من بيراميدز. رجعت المسؤولي الزمالك قالوا لي ده واحد بيعلي على الاهلي، يعني بيستخدم اسم الزمالك في ان هو يعلي العرض المعروض من الاهلي، يعني بيحاول ان هو ياخد عرض اكبر من النادي الاهلي لان هو يدخل اسم الزمالك. طبعا اذا كنا بنتكلم على بن شرقي بنفس المنطق وبنفس المسطره ان انت عندك سقف معين، طبعا يحيى عطيه الله ان انت هتفاوض ناديه وهتدفع له كمان مرتب، هو خارج حسابات نادي الزمالك تماما. اتاكدت 100% من مصدر واثنين دخل نادي الزمالك، الزمالك ما دخلش لا في يحيى عطيه الله ولا في محمد بن رمضان، لكن محمد بن رمضان اتعرض من وكيل على نادي الزمالك، ولكن برضه قالوا لي ان الطلبات الماليه للاعب هتكون خارج حسابات نادي الزمالك تماما. الغريب واللي حصل من 48 ساعه تحديدا ان في وكيل لعيبه كلم مسؤولي نادي الزمالك وقال لهم ان انا هجيب لكم موسى ماريجا، طبعا مهاجم موسى ماريجا بتاع البرتغال بتاع بورتو وكان بيلعب في الهلال السعودي وكان احترف في الامارات فتره طويله، ان هو طبعا قالوا له طبعا قال لهم لعيب فري، قالوا له طب ما احنا انا يا ابني عارف مفيش. هو انا يا ابني بالظبط اولا هو لعيب كبير
كبير في السن، بيتكلم 33 سنه. فقالوا طب احنا ما عندناش السقف ده، قال لهم لا انتوا هتستغنوا عن ابراهيم انضاي مليون و100 الف، هتستغنوا عن سامسون 600 الف، الاثنين دول التوتال ده يجيب لكم موسى ماريجا يجيب لكم موسى ماريجا وتبقى انتوا كسبانين. يعني انا هجيب موسى ماريجا مثلا بمليون ونص، انتوا هتوفروا من ابراهيم انضاي وسامسون اكتر من مليون و600. طبعا حاجه تدعو للسخريه. طبعا تم رفض العرض بشكل تام من النادي مسؤولي الزمالك، ومفيش اي مفاوضات في بين الاربع لعيبه الموجودين. اليو بادجي طبعا في كلام ان بوردو الفرنسي هيشهر افلاسه وده هيخلي لعيبته فري. برضه سالت في اليو بادجي قالوا لي الموضوع مش مطروح تماما، الاربع لعيبه اللي انا قلتهم دول مش على طاوله مفاوضات نادي الزمالك، لكن هو حرب وكلاء. اي وكيل عنده لعيب بيحاول يدخل اسم نادي الزمالك عشان يعلي الصفقه. تمام، نروح الى البند الاغرب. البند الاغرب يمكن في عقد يوسف اوباما. يوسف اوباما طبعا في مفاوضات للتجديد معاه دلوقتي، وانا المسوده اللي وصلت او المفاوضات اللي بين نادي الزمالك وبين يوسف اوباما ان خلاص احنا هنتفق على مقابل مادي. المسوده اللي كانت في العقد القديم دي مش هتكون موجوده. يوسف اوباما غير في العقد القديم بتاعه عنده بنود، يمكن منها بند انا بعتبره اغرب بند انا شفته في حياتي. ايه هو؟ اللي هو بيقول ان يوسف اوباما اي لعيب نادي الزمالك يتعاقد معاه لعيب مصري بفلوس اعلى من يوسف اوباما يتم رفع عقد يوسف اوباما تلقائيا عشان يتساوى مع اللعيب ده. يعني انت مثلا سين انت مثلا اوباما بتديله 10 جنيه مثلا، فانت اشتريت لعيب ب 20، يبقى عقد يوسف اوباما ارتفع تلقائيا من 10 ل 20. يا سلام. فده كان في العقد القديم، كان في لجنه اللواء عماد عبد العزيز، كان معمول ليوسف اوباما. فهو كلام نادي الزمالك مع يوسف اوباما دلوقتي ان احنا هنجدد كل البنود اللي كان ايا كان بقى مستوى ايه البنود اللي يعني بصرف النظر نادي الزمالك قالوا احنا موافقين ان احنا نجدد لك في الفتره دي، لكن احنا هنتفق على مبلغ معين. كل البنود بقى الاضافيه اللي كانت موجوده في العقد اللي فات هتتشال، هو هيبقى المبلغ ده صافي. يوسف اوباما طلب مهله لان هو يفكر في الموضوع، وانا بقول لك انه بشكل كبير جدا يوسف اوباما قريب من التجديد لنادي الزمالك، لكن طبعا البند الاغرب ده مش هيكون موجود تاني. يمكن لو بنتكلم في ملف التجديدات، محمد عواد انا بقول لك عنده عرض من بيراميدز، او هو قال ان انا عندي عرض من بيراميدز. محمد عواد بعيد تماما عن نادي الزمالك، نادي الزمالك قالوا لي احنا قفلنا المفاوضات مع محمد عواد، يعني احنا خلاص احنا قلنا له العرض اللي عندنا كنادي الزمالك، هو يوافق او يرفض هو ده قراره، لكن ان انا مثلا كل يوم بفاجئ عرض من تركيا فبكتشف ان ده مش مظبوط، بعد كده عرض من السعوديه بكتشف انه مش موجود، دلوقتي عرض من بيراميدز. قالوا لي ايا كانت المغالاه في محمد عواد احنا قدمنا له العرض النهائي، لو هو عايز يوافق عليه اهلا وسهلا، لو هو مش عايز يوافق فربنا يوفقه في النادي الموجود ليه. لكن محمد عواد بشكل كبير جدا بعيد عن نادي الزمالك الجديد، ان النهارده تحديدا في عرض تونسي وصل لسيف الجزيري. يمكن في موقع تونسي لو هنبدا الحكايه كده سريعا، كتب من كام يوم ان سيف الجزيري يتمنى انه يرجع لبلاده لاسباب عائليه وعايز يرجع تونس، فده خلى الترجي او عن طريق وسيط كلم سيف الجزيري وكلم المسؤولين في نادي الزمالك ان ليه سيف الجزيري طبعا عايز يرجع تونس، مش هيدفع له مرتب كبير الا نادي الترجي. طبعا الترجي طبعا اشترك في كاس عالم الانديه فبرضه داخل له فلوس كتيره فيقدر يمول الصفقه. رجعوا لسيف الجزيري فقال لهم لا، اولا الخبر غير صحيح، انا لو همشي من مسؤولي من نادي الزمالك فانا هيكون وجهتي الخليج سنه او اتنين، ده هيكون اخر عقد ليا، لكن غير كده انا مستقر في نادي الزمالك. فعرض التونسي لسيف الجزيري مرفوض تماما. نروح اخيرا الى الصفقه التاريخيه. ايه بقى الصفقه التاريخيه دي؟ يمكن انا بعتبر ان الصفقه اللي عملها نادي الزمالك لشركه ملابس دي بعتبرها صفقه تاريخيه. ليه؟ لان انت جاي لك 200 مليون جنيه من الهوا. ليه من الهوا؟ لان انت عندك مداخيلك المعروفه، يعني نادي الزمالك لما بيجي يبدا اي سيزون معروف ان هو عنده مداخيل مثلا من الرعايه، من البس، من بيع اللعيبه، من المحلات الموجوده على سور النادي، لكن عمر نادي الزمالك ما كان بيجيب فلوس من الملابس. نادي الزمالك كل عقوده اللي فاتت لو نتذكر كان يا اما بياخد جزء من الملابس مجانا ولما تخلص حصته يشتري بفلوس، يا اما اخر عقد واقصى طموح كان بالنسبه له انه ياخد هدوم ببلاش او ياخد لبس ببلاش. العقد ده لما اتبعت لي تفاصيله وشفت البنود محطوطه فيه، اولا هو عقد تاريخ لان انت اولا الشركه هتمول نادي الزمالك بما يقرب من مليون دولار سنويا هدوم مجانا. ليه مليون دولار؟ لانها مش هتمول الفريق الاول ولا قطاع الناشئين بس، ده هتمول الفريق الاول وقطاع الناشئين والاكاديميات ومدرسه الكوره، هتمول كل فرق العاب الصالات بقطاعات الناشئين بتاعتهم بالملابس مجانا. زياده عن على كده انت عندك امتيازات مديها لك الشركه، اولا انت هتاخد 15 مليون جنيه منحه تعاقد في بدايه كل سيزون، مبلغ كبير جدا. بعد كده انت عندك
امتياز او مكافاه لكل بطوله هتاخدها. بطوله اي بطوله افريقيه هتاخدها هتاخد 14 مليون جنيه، الدوري هتاخد 4 مليون، الدوري هتاخد 4 مليون جنيه. ده بنود هايله دي، بنود ممتازه. الدوله هتاخد 4 مليون جنيه، كاس مصر هتاخد 4 مليون جنيه. فرق الجديد واللي اول مره تحصل، يمكن قالوا لي حتى في اي عقد ملابس لاي فريق مصري، ان انت اي فريق من فرق الصالات هياخد بطوله انت ليك فلوس، يعني ليك مكافئات. يعني فرقه الباسكت، فرقه اليد، فرقه الهاندبول خدت بطوله، انت ليك فلوس اضافيه. يمكن العقد ده عشان ندي الناس حقها، كان الكابتن حسين لبيب هو اللي اتفق عليه واتفق على الصيغه بتاعته. الموضوع مشي شويه في مفاوضات ما كانتش سهله على الاطلاق، وقف شويه المفاوضات لبعض الاجراءات الخاصه بالاستيراد، دخل احمد خالد حسنين واحمد سليمان وقدروا ان هم يعدونا المرحله دي. بعد كده سافر الشباب بتوع التسويق، يمكن كونتي كان منهم، وقدروا ان هم يقنعوا الشركه وتم توقيع العقود رسميا. انا شايف ان انت تقدر ان انت تحصل القيمه دي من حاجه ما كنتش عمرك بتسواها قبل كده، فده نجاح كبير لمجلس الاداره. يا استاذ بنهاوي نورت الدنيا. شكرا جزيلا. كل الشكر ليك. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا للصحفي الكبير استاذ محمد البنهاوي. هنروح مع حضراتكم الى مهرجان العالمين الجديد. احيانا فعاليات مهرجان العالمين بتشمل نواحي كثيره جدا، يعني حتى شايفين الفتره اللي فاتت في تحركات من كل الوزراء في وزاره الدكتور مصطفى مدبولي. شفنا الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء للتنميه البشريه، وزير الصحه موجود في العالمين الجديدة. شفنا النهاردة جولة تفقدية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي مع الأستاذ عمرو الفقي الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية. الحقيقة الشركة المتحدة عاملة مجهود كبير جدا، بفعاليات كبيرة جدا بمشاركة الوزارات المعنية، كل وزارة في مجالها وفي قطاعها. دكتور أيمن عاشور مع الجامعات المصرية في رحلات للجامعات المصرية خلال الفترات اللي جايه، خلال مهرجان العالمين الجديده. وشايفين الدكتور ايمن عاشور جاب بينالتي اهو، واستاذ عمرو الفقي طلع عشوائي، وفي كنترول جامد جدا على الكوره، وفي شغل جامد بيحصل من الشركه المتحده للخدمات الاعلاميه بمشاركه كل الوزارات. وفكره ان اللي يبقى في انشطه طلابيه وفي رحلات للجامعات المصريه ولشبابنا ولاخواتنا واولادنا في الجامعات، ان هم يكونوا موجودين في العالمين الجديده ويروحوا ويشوفوا، ومنهم بعد كده اللي يقدر يسافر يتفسح، منهم اللي ممكن يبقى عنده فرصة شغل هناك، ممكن اللي يقدر يعمل مشروع هناك صغير ويبتدي يعني الفكرة ان الشباب تبقى اكسبوزد ويشوفوا الكلام ده ويطلعوا، وان الوزارة تبقى بتساهم في ده والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بتسهل ده، فدي حاجة تثمن وتقدر. ومهرجان حتى الآن نجح بكل المقاييس في كل الفعاليات اللي هو بيقوم بيها، سواء ترفيهية، ثقافية، رياضية، اجتماعية، فكل الشكر لكل القائمين عليها. ومن قلب الحدث معانا الزميل العزيز ابراهيم عمر. يا ابراهيم مساء الورد عليك، وجاهز لماتش بكره؟ زميل العزيز ابراهيم عبد الجواد، مساء الفل عليك ومساء الفل على كل مشاهدي اون تايم سبورتس كل مكان. لا جاهز ان شاء الله الماتش بكره، جاهز لماتش بكره، وكنت هبدا بيه كنت سايبه شويه، بس ما دام انت بدات وقلت لي على ماتش بكره، يمكن النهارده كان في مكالمه ما بيني وبين كابتن سامي الشيشيني المدير الفني لمنتخب نجوم مصر، هيلاعب منتخب نجوم النادي الاهلي والزمالك. قال لي انا مش نازل بكره هزر خالص، ومفيش هزار ومفيش تهريج في الماتش، ونازل اكسب يعني اكسب. يمكن كابتن هشام حرفي كان بيتناقش معاه، وحكى لي كابتن هشام حرفي كان بيتناقش معاه بيقول له السكواد المحطوط هنا وهنا ده ما ينفعش، لان هنا ممكن معدل الاعمار مع كابتن سامي قليل شويه عن معدل اعمار نجوم النادي الاهلي والزمالك. كابتن هشام معترض على وجود كابتن عمرو الحلواني وكابتن حسام حسن، كانوا نجوم منتخب مصر وكانوا نجوم النادي الاهلي واسوان وانبي، معترض لان هم سنهم صغير ولسه معتزلين. فكابتن هشام معترض على النقطه دي يا هيما، ان هو الناحيه الثانيه في كابتن هشام حنفي، كابتن احمد حسام ميدو، كابتن عماد متعب، كابتن جمال حمزه، كابتن حازم امام. فكابتن هشام معترض على الجزئيه دي. كابتن سامي قال لي انا ماليش دعوه باي حاجه، انا انزل بكره اكسب وبس. وكابتن سامي محضر مفاجاه بكره ان شاء الله، تبقى مفاجاه للفرقتين بكره. احنا موجودين هنا في العالمين، يمكن انا دخلت على طول، يمكن احنا موجودين في مهرجان العالمين والعالم عالمين دايما يا ابراهيم. وعايز اوريك لقطه كده، يعني احنا لسه بادئين الكلام، هوريك لقطه كده على يميني كده، هنروح بالكاميرا كده ثواني ثواني بس هوريك لقطه. بص الشباب بتلعب اللي في النص، بيلعبوا 31. بص الكره راحت فين. اللقطه المجموعه من الشباب موجودين بيلعبوا كوره، بيلعبوا اللي في النص، ويمكن طلبوا مني ان انا اصورهم واحنا وهم بيلعبوا، واحنا طالعين على الهواء على راسنا وهم بيلعبوا على راسنا. رجاله متالقه قوي،
متالقين قوي. بص بص مهارات الله 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 وفنيات وحاجات كبيره قوي جابوها في دماغي، انا اللي لعبتها لهم. لو هكمل لك كلامنا هنا عن مهرجان العالمين، يمكن كان في الزياره النهارده لمعالي الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه مع السيد عمرو الفقي رئيس الشركه المتحده للخدمات الاعلاميه، يمكن كانوا النهارده كان استقبل البعثه البرلمانيه اللي مسافره لباريس ان شاء الله، والتقطوا الصور التذكاريه في المنطقه الرياضيه للسبورتس هاب، ويمكن كان في كلمة من معالي الوزير وكلمة من السيد عمرو الفقي كانوا اتكلموا مع أبطالنا اللي مسافرين، وإن شاء الله إن شاء الله يرجعوا بميداليات ذهب. دايما دول الأبطال اللي بيجيبوا لنا الذهب ودول اللي بيفرحونا. الفعاليات مستمرة، يمكن كمان بعد التقاط الصورة التذكارية وبعد المؤتمر الصحفي يمكن راحوا للمسرح الروماني في المنطقة التراثية، حضروا حفلة غنائية لفرقة الأنفوش الإسكندرانية، ويمكن كانت حفلة جميلة واستمتعوا بيها وأبطالنا استمتعوا وهم كمان استمتعوا بيها. الأحداث مكملة، ماتش بكره في ناس كتير جدا هتيجي تحضر المباراه، يمكن من الناس اللي بنقابلها والناس اللي بتكلمنا، وفي ناس جايه من القاهره ان شاء الله يحضروا بكره يشوفوا نجوم مصر اللي بيشوفوهم في التلفزيون يشوفوهم قدامهم ان شاء الله، وهيبقى فيه تجمع كبير جدا بكره. زي ما قلت لك امبارح احنا برضو بيبقى حوالينا جمهور واقف بيتفرج علينا وواقف بيتفرج علينا واحنا بنتكلم، وفي اللينك بيبلغوك التحيه. يمكن كنت بتكلم معاهم بقول لهم دلوقتي انا طالع مع زميلي العزيز ابراهيم عبد الجواد، بيسلموا عليكم وبيبلغوك التحيه، وانا بشكرهم على وجودهم وعلى وقفتهم، والشباب كمان اللي كانوا بيلعبوا دول قعدت العب معاهم شويه. ان شاء الله تشوفني بكره في الماتش، دايما موجودين من العالمين الجديده والعالم عالمين. تحياتنا ليك يا هيما وتحياتنا ليهم جميعا، وكل الشكر ليك، كل الشكر للزميل العزيز ابراهيم عمر من العالمين الجديده ومهرجان العالمين الجديده. بعد الفاصل العالمي احمد حسام ميدو معانا في الهدف، خليكم معانا. عالمي منور الدنيا حبيبي ابراهيم، اخبارك ايه؟ الفل مساء العسل عليك، اخبارك ايه؟ الحمد لله. انا سامع ان انت هتقطعهم بكره في الماتش بتاع العالمين الجديد. والله والله انا سمعت الاسماء قلقت قلقت. احنا عندنا خبرات كويسه في الفرقه في الفرقه. قول لنا مين فرقتك؟ فرقتنا بقى انا وكابتن احمد حسن وكابتن حازم وهشام حنفي وجمال حمزه. اه فرقه اسماء، لكن فرق اسماء بس انتوا خايف الناحيه الثانيه بقى في شباب صغيره، شباب صغيره. مين بقى؟ عمرو الحلواني، حسام حسن الصغير، شباب اللي انا لسه رجليهم لسه كانت رجليهم في الملعب في الملعب قريب، كان متوقع ان يعني ان ماتش ضرب نار كبير. لا يعني صعب ان هم يعني هيحاولوا طبعا ان هم يلعبوا معانا جيم كويس، لكن في النهايه انا معانا كابتن احمد حسن وكابتن حازم، ربنا يستر. ربنا يستر علينا. لا هنلعب ماتش حلو، لكن انا مبسوط جدا ان انا موجود في يوم عظيم بنحتفل فيه بمهرجان احنا لسه مش حاسين بقيمته قوي، ولكن كل الناس حاسه بيه في مكان عظيم، والعالم كله دلوقتي بيبص على مدينه العالمين الجديده ومهرجان مهرجان العالمين. عايز اقول لك ابراهيم ان بحلول 2030 السياحة العالمية كلها هيكون 12% منها من السياحة الرياضية. ودي حاجة احنا لازم نوصلها بالإمكانيات اللي عندنا والشواطئ اللي عندنا والجو الحلو اللي عندنا، احنا نقدر ان احنا نتسيد العالم فيما يخص السياحة احنا الرياضية. احنا عندنا شواطئ واماكن مش موجودة في اي حتة في الدنيا. لا طبعا عندك البحر، تقدر ان انت تشتغل على اليخوت والمراكب والسباقات سباقات المراكب، وفعلا وانا عارف ان في الساحل من اول يعني خلي بالك في الشتاء في سباق للمراكب هيكون موجود جنب مراسي. انت الهدف ايه من القصه؟ سياحه اليخوت دي اصلا ممكن تدخلك مليارات. ان الجماعه اللي بيركنوا في الشتاء دول في موناكو ونيس ومربية وكل الكلام ده كله، ان هم يجوا يقعدوا عندك في الشتاء. هو ده بقى الترافيك اللي هيجي لك عملة صعبة طبعا بالكباتن بتوعهم بالكرو بتاع كل مركب، هم دول الناس اللي بتصرف تخش تصرف عندك، الستاف بتاع كل ده يعيش عندك بقى طول السنة. فانت لازم عشان تعمل كده توفر له اكتيفيتيز طول السنة. وهو ده اللي احنا كلنا يعني انا عارف ان الدولة شغالة عليه بشكل كبير جدا على طول الساحل. النهارده انت شوف كل العالم العربي النهارده موجود عندنا في مدينة العالمين، ضيوفنا الأعزاء اللي احنا بنتشرف ان هم موجودين عندنا،
خلي بالك ان الجماعه السعوديين والقطريين وكل الخليج العربي انه ياخد قرار ان هو يجي يصيف عندك بدل ما يروح اوروبا، دي حاجه عظيمه جدا. اه طبعا ان هو يخش يصيف عندك يقعد عندك شهر في الصيف، حاجه تحسب لمصر، ودايما بنبقى سعداء. مش هقول بلدهم التاني لان هي بلدهم، واحنا صحيح. الناحيه التانيه نفس الكلام، لما بنسافر بنتعامل نفس المعامله، نحس ان هي بلدنا وربنا يديم المحبه ما بيننا. اللهم امين يا رب. عايز اخدك للمنتخب الاولمبي، هل اداء المنتخب مصر الاولمبي النهارده كان صادم بالنسبه لك؟ طبعا باللعب فريق متواضع والاسماء اللي موجوده في الملعب واللعيبه اللي بتاعتنا، كان لازم ان احنا نبدا الماتش بشكل اقوى من كده. بشكل اقوى من كده، بدانا بريتم بطيء جدا، ما عندناش اي شكل زي ما هنوضح، ما عندناش يعني واحنا بنبدا الهجمه الخطوط بعيده جدا ما بيننا وما بين بعض. بدانا الماتش بشكل كويس بشيب كويس، بعد كده المسافات ابتدت تبعد وابتدى يبقى اللعيبه يعني ما حسيتش ان في جيم بلان بصراحه من مكالي، ده نمره واحد. نمره اتنين ما حسيتش بصراحه بتاثير اللعيبه الكبار، يعني ما حسيتش بتاثير النني ولا تاثير زيزو، ودي حقيقه لازم نقولها. يعني احنا كنا بنلعب 4-3-3 واحنا ما عندناش الكوره، بنلعب 4-4-2. يا ريت ده التشكيل بتاعنا. تشكيلنا حمزه علاء في حراسه المرمى، واحمد عيد باك رايت، عمر فايد وحسام عبد المجيد سنتر باكين، وكريم الدبيس ناحيه الشمال باك ليفت، في نص الملعب النني، وعلى شماله قطه، وعلى يمينه شحاته، وقدام زيزو وينج رايت، وابراهيم عادل وينج ليفت، واسامه فيصل راس حرب. لكن واحنا ما عندناش الكوره كانت بتقلب 4-4-2 زي كل الفرق في كاس الامم الاوروبيه الاخيره، بتقلب 4-4-2، واحد من الثمانيات بيزق جنب راس حربه والتزام الاجنحه. يا ريت نجيب الصور بعد اذنكم بتاعتنا. بدانا بتنظيم جيد لكن ما عندناش اي شراسه، مفيش اي شراسه هجوميه، مفيش اي ضغط، مفيش اي كره بتتقطع مننا، الضغط العكسي بتاعنا سيء جدا على غير العاده ابراهيم، لان انت لو اتفرجت على المنتخب ده في كل ماتشاته، يعني ده الشيب بتاعنا والشكل بتاعنا اللي احنا بدانا بيه، خط دفاع متقدم، النني وشحاته، شحاته موجودين على الدايره، وقطه ابتدى يزق على فوق مع التزام ابراهيم عادل وزيزو. ما فيش اي ناس بتطلع بالكره بكل سهوله، ويعني بصراحة يعني مفاجأة بالنسبة لنا، كان لازم نبدأ أحسن من كده، لأن نتيجة ماتش النهاردة دي هتحطنا تحت ضغوط كبيرة جدا في الماتش اللي جاي، إن إحنا لازم نكسبه. مع إن أنت المفروض كان الماتشين دول اللي هم الدومينيكان وأوزبكستان هم دول اللي يريحوك. طبعا. يعني ترتيب المجموعة 10، يعني أنت ما قابلتش الأرجنتين زي المغرب في بداية، أو ما تخيل بقى لو كنت لعبت إسبانيا في الأول. لا، ترتيب يعني ربنا مرتب لك الدنيا، إن أنت متدرجة وإن أنت تروح لماتش إسبانيا المفروض الطبيعي ما تبقاش محتاجه. صحيح. أنت دلوقتي هتروح لماتش اسبانيا محتاجه، ربنا يستر ونقدر ان احنا نعدي. بص المسافات بعد 24 دقيقه ابراهيم ابتدت توسع، سنتر باك للراس حرب بقت 50 متر. الناس ابتدت تروح تضغط فوق بتاعتنا، والديفنس ما بيزقش، ونص الملعب ما بيزقش، فابتدت الناس بتمريره واحده تطلع تضرب 4-5 لعيبه. وده غير مقبول في الليفل ده، انت بتلعب انت ازاي ان انت تخسر الشيب بتاعتك بعد 20 دقيقه؟ انت وانت بتحضر للجيم ده، دي 24 بالظبط. احنا من بعد ربع ساعه ثلث ساعه ابتدى يعني ايه، كل واحد في حته، ابتدى زيزو يروح يضغط لوحده، ابتدى اسامه فيصل يروح يضغط لوحده، والناس مش زقه وراه، الثمانيات مش زقين على لعيبه الدايره، الديفنس ما بيزقش ورا نص الملعب. انا مستغرب يعني، لان المكالي بقاله فتره طويله مع اللعيبه دي، واللعيبه دي فيهم ميزه مهمه جدا ان هو ما دخلش عليهم ناس جداد كتير. لو بصيت عليهم كلهم، حسام عبد المجيد، عمر، حمزه علاء، الدبيس، احمد عيد، كلهم موجودين من اول معسكر في المنتخب الاولمبي. المهم ان هم حافظين شغل الراجل، فين تحفيز المدرب؟ طب الصوره دي عايز تورينا منها ايه؟ ان مفيش اي، احنا بنبدا الهجمه، ده كده الدني نازل هو اللي يستلم، وعلى شمال حسام وعلى يمينه فايد ثلاثه. فين لعيبه الدايره ان هي تنزل وتبقى متاحه ونظهر ونطلع بالكوره في وسط الناس؟ لا باكات الجنب بتوعنا ظاهرين، ولا اللعيبه مفيش. المفروض الطبيعي لما السته بتاعك يا ابراهيم ينزل على الحته دي، اول حاجه انت ما بتنزلش اللعيب الست ده في وسط السنتر باكين الا لما تكون الفرقه اللي بتلعب قدامك بتلعب براسين حربه، او اللعيب رقم 10 زائد. ليه انت بتنزل الراجل ده؟ عشان يبقى 3-2، واحد من السنتر باكات يبقى عنده وقت ان هو يطلع بالكوره. مفيش. انت الراجل بيضغطه واحد لوحده، والنني ساقط، ومفيش حد من الثمانيات، لا شحاته ولا قطه، بينزل يستلم في الحته دي. فبدانا نعمل ايه؟ بدانا نلعب كور طويله، الكره الثانيه بتاعت الناس يبتدوا ياخدوها ويشتغلوا علينا، واحنا ايه
واحنا فاتحين. حتى ابراهيم لما جينا نطلع بالكره من على الجناب لاول مره اشوف يعني من فتره طويله ان شكلنا يبقى كده، الناس واقفه على نفس الخط، احمد عيد وزيزو قدامه. هل انت شفت بتشوف كده في كل الماتشات اللي بنقعد نتفرج عليها في اوروبا يا ابراهيم، ان الكره وهي بتتلعب يا اما باك الجنب بيخش لجوه، يا اما باك الجنب مستني بره والراجل بيخش في الهاف سبيس. انت طول الماتش كده، الناس قافله لك قلب الملعب، بتلعب الكره على جنب، الناس بترحل تضغط تاخد منك الكره وتروح عليك. فين شغل المدرب؟ فين السيستم اللي احنا شغالين بيه؟ واحنا كان عندنا تفاؤل كبير بالمنتخب ده، ولكن النهارده الاولاد دول ما ينفعش نذبحهم، لان احنا لسه عندنا فرصه للتاهل، ولازم نفضل ندعمهم، ولازم ان احنا نعرف ان السوشيال ميديا الدنيا مفتوحه، الولاد دول ما عندهمش الخبرات ان هم يلموا نفسهم. احنا علينا دور كبير جدا، حتى لو هنيجي على نفسنا، ان احنا في وسط البطوله لازم ندعم، ما حدش يجيب سيره زيزو ولا النني. هو ده زيزو الناس فرماه على السوشيال ميديا يعني، وبعدين طبعا بيخش فيها قصه. احنا معتادين دايما في البطولات المجمعه بتاعت منتخب مصر، لو المنتخب مر باي كبوه او اداء سلبي دايما الموضوع خلاص بيتقلب اهلي وزمالك، بتلاقي مشجعين الاهلي بيشجعوا لعيبه الاهلي ومشجعين الزمالك بيشجعوا لعيبه الزمالك، وده بيدافع عن ده وده بيدافع عن ده للاسف. لكن لو النتائج كويسه خلاص كلنا بقينا مصر، النتائج بقت وحشه خلاص كله بيحاول يحمي لعيبته. للاسف يا ابراهيم، احنا النهارده زيزو لعيب مكافح، وزيزو اختار ان هو يبقى موجود مع المنتخب الاولمبي، وهو شرف ليه، وهو الراجل يعني بيحاول، لكن برضه زيزو مش هيلعب لوحده. النهارده احنا يا جماعه ما اشتغلناش شغل كوره نهائيا، مفيش يعني انت زيزو عليه دور طبعا، لكن ما عملتش مثلا ان انت بتنقل الكره في حته وتغيرها. مع ان احنا كان عندنا في اخر الشوط الاول خمس دقائق كده كنا كويسين، وما اعرفش ليه ما كملناش بنفس الطريقه. ده يكفي؟ لا طبعا، احنا ما ينفعش تلعب دومينيك كان بتلعب 10 دقائق في ماتش في 90 دقيقه. لا يعني ما 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 بصراحه كمان برضو مكسب المغرب ومكسب العراق وماتشات كبيره ولاعيبه صغيره كويسه، زعلت. بص صراحة حبيبي أقول لك على حاجة بأمانة، أنا الشعب المغربي بصراحة يعني مش هقول لك إحنا مش هنحسدهم، لأن إحنا فرحانين زينا زيهم، لأن إحنا بنعتبر أي شعب عربي شقيق إحنا بنفرح له، بس فعلا فعلا هم يجب أن يكونوا فخورين بالحقبة اللي هم فيها. عندهم نظام يا إبراهيم، الناس دي جت سنة 2010 لقوا نفسهم إن هم متأخرين في الكورة، راحوا عاملين مشروع للمغرب، والملك اسس جمعيه محمد الخامس المقر التدريبي العظيم، وابتدوا ان هم يرعوا المواهب، وابتدوا ان هم يعملوا رخص تدريبيه ويطوروا الرخص التدريبيه بتاعتهم. هو ده الشغل، ناس بتخطط لقدام وناس بتفكر في بلدها وبتفكر ازاي تفيد بلدها. احنا مين عمل معانا كده؟ انت رحت عملت مشروع الهدف وتوقف سنين وعليه فلوس لاجهزه معينه، والفيفا بعتت لك فلوس ما استغلتهاش في المكان الصح. احنا بنعمل كل حاجه غلط، لا تخطيط ولا بنيه تحتيه ولا اي حاجه. مش هتدخل النتيجه في الكرومب تستنى تطلع بطيخ. النتيجه في الاخر ايه؟ النتيجه في الاخر ان انت اتاخرت عن الـ عن الـ عن الناس دي على مستوى البنيه التحتيه. انت شايف هم بيلعبوا الارجنتين ازاي؟ ايوه، ما هي دي الفكره اللي انا كنت لسه بتكلم عليها من شويه في الانترو. انت هم مش رايحين يلعبوا الارجنتين بقى وخايفين ولعب بقى عندهم لعيبه جامده. لا يا عم، هو بيلعب الارجنتين اكنه عادي بيلعب. اراهنك لو بصيت في المنتخب المغربي هتلاقيهم كلهم محترفين، كلهم بره. واحنا بنراجع قبل ما نطلع على الهوا، فبشوف كام لعيب محترف في المنتخب المغربي الاول والاولمبي، 23 في الاول و14 في الاولمبي. طيب احنا فين؟ انتوا متخيلين يا جماعه؟ احنا عندنا في المنتخب الاولمبي مش عارف عمر فايد والنني تقريبا، هم دول وبلال مظهر، بس هم دول. يعني لازم نراجع نفسنا يا ابراهيم. احنا النهارده لازم يكون عندنا على الاقل 30 40 لعيب محترف، ما بين لعيبه صغيره ولعيبه كبار. احنا مش اقل من الناس دي، احنا عندنا لعيبه كويسه، بس لازم نسيب لعيبتنا تطلع. وقولوا لي بس كده، مين مننا سافر والنادي اتاثر؟ هل لما حسام غالي مثلا سافر الاهلي اتاثر؟ لا طبعا، دايما عندك البديل الاهلي والاهلي. لما ميدو سافر ولما انا سافرت وانا صغير، هل الزمالك اتاثر بحاجه؟ وطلع مهاجمين تانيين ولعبوا، والزمالك يظل الزمالك. لما مصطفى محمد سافر الزمالك في نص الموسم، الزمالك لعب وكان شغال وشغال كويس، وطلع واحد مكان مصطفى محمد، تريزيجيه، كل الناس. سيبوا اللعيبه الصغيره تسافر، احنا يا جماعه لازم نشجع اللعيبه الصغيره انها تسافر، ولازم ما نطلبش فيهم الارقام الفلكيه اللي احنا بنطلبها. ونعرف ان انت النهارده هيجي لك لعيب هتبيعه ب 500 الف يورو وتاخد 30% من الريسيل من اعاده بيعه، هتكسب فيه قدام، وهتفضل تفخر ان ابنك
بيمثلك بره. وزيدك بقى من الشعر بيت، شوف كل اللي احنا بنتكلم عليه ده على مستوى اللعيبه، احنا ناسين خالص ان هم على الجانب الاخر بيستثمروا في المدربين طبعا. انت عندك مدير فني منتخب المغرب الاول وليد الركراكي حاجه 40 سنه، احنا عندنا بنقول على كابتن حسام حسن مدير فني شاب هو خلاص داخل على 60. طارق السكتاوي مدير فني منتخب المغرب الاولمبي. فانت انت احنا ده مواليد 77 كلهم، يعني كان في 47 سنه كلهم تم اعدادهم وتم دعمهم. ده خلي بالك مش الدعم ان انا اديك وظيفه، الدعم ان انا اعلمك كويس. بص وليد الركراجي خد الاي لايسنس، بعد كده ادوا له البرو لايسنس، وبعد كده مسكوه فرقه الوداد، وبعد كده بيحضروا له. ونفس القصه السكتيوي لما جيت بصيت على السي في بتاعه، ونفس القصه المغرب التطواني ومش عارف المغرب الفاسي والوداد ونفس القصه عموته كان شغال وراح الاردن وراح، يعني في تخطيط للمدربين، في مشروع واضح. كان عايز اطمن الجمهور المصري، انت عارف انا يعني ايه، انا خط معركه لوحدي سنتين لوحدي بدراعي بتخانق بقول لازم يحصل ثوره في الكوره في مصر، لازم ان احنا نشوف اسماء جديده. طمن الجمهور ان في حاجه بتطبخ كويس، في حاجه بتطبخ كويس في اتحاد كره هيجي جامد، رجال مش احبش اسميهم رجال اعمال، ولكن رجال بيحبوا مصر، عندهم خبره كبيره جدا في الاداره الرياضيه وفي اداره كره القدم. ويمكن الكلام ده انا قلته في برنامجي من 3 شهور في عز الخناقه، الناس قالت لك لا فلان جاي، لا هيجي وجوه جديده تخدم مصر بشكل صح. وفعلا في قوائم بتتحضر يعني نهار ابيض، عندنا ده احنا نزغرط هنا في الاستوديو والله العظيم. يعني في حاجه كويسه، يعني في قائمه بتتحضر كويسه، والرابطه هيكون ليها دور مؤثر. طب ما تقول لنا الاسماء بقى يعني. والله بص يعني المهندس محمود طاهر راجل محترم جدا، انا عقدت معاه يعني اكتر من 3-4 اجتماعات خلال الفتره الماضيه، بوجود يعني معظم الاسماء اللي عندها استعداد ان هي تبقى متواجده، ومحدش فيهم بيبحث عن منصب، يعني كلهم لما تيجي بامانه يعني مهندس محمود طاهر ده عظيم من جداً. من انضف الناس اللي انا قابلتهم في حياتي بشكل عام طبعاً. وفي وسط الكوره بشكل خاص طبعاً. وانا عندي قناعه البني ادم اللي تم الاستثمار في تربيته، اللي هو بني ادم محترم يعني تم الاستثمار في تربيته، هيبقى بني ادم كويس في كل حاجه بيعملها، سواء بقى في شغله في بيته مع جيرانه في الشارع بتاعه مع اهله اي حاجه. طالما انت عندك بني ادم متربي كويس محترم طبعا، هتاخد منه دايما انبوت، قصدي اوتبوت كويس طبعا. الراجل يعني بص كل الناس اللي قعدنا معاهم واحنا كله قال لك انا مش عايز منصب، يعني قال لك انا مش مشكله اجي. ماجد سامي قعدنا لما جه قعد معانا، ماجد عنده خبرات كبيره جدا جدا، اشتغل على ارض وعرف ازاي يكسب فلوس من الكوره. اول واحد عرف يدخل فلوس من الكوره ويكسب فلوس من الكوره هو ماجد سامي. محمود الاسيوطي نفس الكلام، ايمن الشريعي، حسام الزناتي، فضل، اسماء كلها ناس عايزه تشتغل، عايز تعمل حاجه، ناس عايز تعمل حاجه، والناس عندهم خبرات وناس قويه. خلي بالك لان مهما عملت لو اتحاد الكره فضل اضعف من الانديه والرابطه ملهاش دور فعلي على الارض، انت تفضل في نفس الدوامه. انت عايز ناس تخش تحط ضوابط، تحط لوائح، ويا جماعه اهو قدامكم على عينك يا تاجر اهو كل حاجه، والدنيا هتمشي على الكل. ومش عيب ان احنا نقول ان مفيش حد اكبر من 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 مصر. احنا عايزين ان يبقى في نظام وضوابط ولوائح تمشي على الجميع. صحيح. عايزك تكلم تصريحات ماسكيرانو اللي هو اتكلم فيه على سوء التنظيم. وبعدين في حاجه غريبه، انت تاخد بالك اللي حصل في امريكا من سوء للتنظيم، وبعد كده دلوقتي في باريس في حاجه بتحصل مش مفهومه. يعني طبعا المنتخب الارجنتيني امبارح اللي عايزين يجيب تصريحات ماسكيرانو، المعسكر كله اتسرق، لا الحاجات كلها مش موجوده في الاوتيل. يعني النهارده ماسكيرانو طبعا خبره كبيره ولعب سنوات طويله في دول مختلفه، بيقول لك ان النهارده تم اقتحام ارضيه الملعب 7 مرات وتم القاء الالعاب الناريه علينا، ما حدث فضيحه، هذه اولمبيات وليس بطوله شوارع. امس تم اقتحام مقراتنا وسرقه اشياء من تياجو المادا، الان علينا ان نتطلع الى الامام، علينا الفوز بالمباراتين. طبعا يعني شفنا ايه اللي حصل في ماتش الارجنتين، ناس بتنزل الملعب في تخوف كبير جدا. خلي بالك انا قلقان، انا خايف جدا من البطوله دي وبسجل الكلام ده، ربنا يستر. لان انت عندك الحزب اليميني المتطرف في فرنسا من 10 ايام بس خسر الانتخابات على اخر لحظه بعد ما كانوا قريبين
يعني من خلي بالك الحزب اليميني المتطرف دول الناس عنصريين جدا بجد والله. طبعا الفار اللي هم الفار المعروفين اللي هم بتوع الفار رايت دول دايما اللي هم اليمين المتطرف دول ناس يعني عنصريين جدا. هم دول اللي كانوا جايين باجنده عايزين يرجعوا الايميجرنتس الناس المهاجرين لازم عايزين يطردوا كل المهاجرين وكذا وكذا. وفي الاخر الحزب الثاني بتاع العمال تقريبا كسب اللي هو ماكرون بدعم كبير جدا من كل الرياضيين وكذا. فانا خايف فرنسا فيها مشاكل كتيره جدا في باريس كل يوم شايف خايف ان التحديات السياسيه والخلافات السياسيه تلقي بقى بظلالها على الاولمبياد طبعا. لو لازم التامين يبقى 100% ازاي الناس تعرف تخش الملعب بالسهوله دي؟ فين التامين اللي في مشكله كبيره النهارده؟ تهديدات إن إن, 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 ان 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 بسبب وقوف فرنسا جنب اسرائيل ان في تهديدات جايه من الشرق الاوسط ان يبقى في ضرب. لازم يبقى في تامين كويس. انا مش مطمن بصراحه يعني انا خايف جدا واتمنى ان يتم ان شاء الله تعدي على خير. يا رب تعدي على خير ان شاء الله. اخدك بقى ايه للكره المحليه الاهلي وبيراميدز، هنتكلم في بعض النقط قبل ما نخش على التحليل وبنخش على المواقف الفنية. شفت ازاي الموقف بتاع الشيبي بكل ملابساته؟ يعني اول حاجة لازم نقول ان الشيبي احسن باك رايت جه مصر من فترة ولعيب كبير يعني مفتاح لعب كبير ولعيب يعني عنده وعي تكتيكي كبير وعنده خبرات دولية. لكن بالموقف اللي هو عمله الماتش اللي فات هو خسر تعاطف الجميع. كان في ناس متعاطفه مع 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 الشيبي وبقضيته وان هو، لكن انا مش فاهم هو يعني دخل نفسه في مشكله من غير اي سبب. يعني عارف راح الناحيه الثانيه متعمد يخش في خناقه. والراجل ده انا بقول للشيبي انت محظوظ ان لعيبه الاهلي رجاله. يعني لعيبه الاهلي وقفوا معاه وحموه ومنعوه ان هو يعمل جنايه. البدايه جايه. بص خالد عبد الفتاح، خالد واكرم وكلهم ورضا وسليم كلهم يعني ما اعرفش انت يعني ليه انت ليه ما فيش اي سبب ان انت تروح تضرب الضربه دي. انت كان ممكن تكسر تجيب اصابه رجله نصين بقى في الكوره بتحصل ان حد يخرج بره كذا. لكن بص حتى رد فعله لا ما يعني ما مضغوط نفسيا. انا متفاهم ان هو مضغوط ومع السير ورضا سليم بصراحه هنا على فكره عمل دور جامد جدا في كل اللعيبه. يعني الحته بتاعه الاهلي ان لعيبه الاهلي حموا الشيبي دي، لو هم سابوه للحظه بتاعه الانفعال اللي الواحد بيطق فيها دي ما بيبقاش متمالك اعصابه كان ممكن يعمل حاجه انيل من كده بكتير. بص ابراهيم عشان ما حدش بيتفرج علينا يقول لك هو ميدو اللي بيتكلم لا، يعني احنا ما فيش حد فينا ملائكه وكلنا تعرضنا للمواقف دي. لكن احنا في الاخر بنتكلم ايه؟ انت الشيبي خسر تعاطف الناس الناس كلها بالموقف اللي هو عمله، عدم سلامه على اللعيبه قبل الماتش. انت مد ايديك وسلم. اللي مش هيسلم عليك هو اللي شكله وحش، انما انت من الاول واخد نيه ان انا مش هسلم على حد وواخد موقف عدائي ليه؟ انت خليك ذكي في 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 الموقف دي. تاني حاجه انا هاخدك في حته الناس بتقول ايه بيراميدز دي ما بعرفش يكمل للاخر. الموضوع بكل بساطه يا جماعه هي خبره التعامل مع الضغوط. في تمرس عند الاهلي والزمالك، في تمرس ازاي ان انا اصدر لك مشاكل، ازاي اخرجك بره الكومفورت زون بتاعتك، ازاي ان انا اخليك ان الاهلي عمل معاهم كده. النهارده الناحيه الثانيه بيراميدز بدل ما بيخش في القصه بالراحه ويبعد الضغوط عنه ده وده على فكره اللي هم كانوا عاميهم بدايه الموسم. هم اتجروا للعبه. الاهلي اذكياء. الاهلي استغل موقف التذاكر كويس قوي وخدم على نفسه فيها كويس قوي وراح حاطط بيراميدز تحت ضغوط. ما هو ده المايند جيمز اللي الاهلي متمرس فيها. لما الاهلي بيحاول يعملها مع الزمالك ما بيعرفش. الزمالك برضو جامدين متبرسين. لا وبرضو في اوقات انا فاكر كويس قوي انه في فتره موسم المواسم مش فاكر 2010 الاهلي 2011 يقولك فاكر التصريح بتاع جوزيه لما قال الضغوط عليك راح نقل الضغوط ساعتها كان حسام وابراهيم وطلعوا ردوا عليه وشدوا التركيز كله الزمالك. يعني انا يعني عايز اقول للناس
يعني الزمالك ملوش دعوه بالقصه يعني. بس الناس لازم تعرف ان الزمالك جامد قوي، ان الزمالك بيعرف ينافس بالشكل ده، وان هو يعني التعامل مع المواقف دي، وان الزمالك لسه واقف على رجله بيحارب. الزمالك جامد والزمالك بيجمد. ف يعني الناس بتقول ليه بيراميدز ما بيروحش لغايه اخر امطار؟ برضه في نقطه مهمه جدا، الديسيبلين. انت عشان تكسب الاهلي والزمالك لازم يكون عندك ديسيبلين، التزام. بص النهارده الفرق، مع احترامي الكبير محدش يزعل مني، الناس في بيراميدز حبايبي، لكن بص فرق شكل الدكه ما بين بيراميدز وما بين الاهلي. الاهلي الناس كلها قاعده، الناس كلها ملتزمه، اللعيب اللي خارج حتى وهو زعلان في احتواء للغضب بتاعه. شفت ان كولر كان عرف يتعامل مع موقف امام عاشور هو موقف امام عاشور ده عادي. بس بص كولر بعد خالص عن الصوره. خالد بيبو راح رايح. امام باين ان هو زعلان، خالد بيبو بيجس نبضه. خلاص الدنيا بتتلم. راح خالد اللي انا بصراحه بشيد بيه، مدير كره هايل وراجل شخصيه محترمه كل الناس بتحترمه. مدير الكره ابراهيم مش منظره وخناقات مع حكام ما حدش يزعل مني. الايمج ده هو ايمج مدير الكره. الراجل بهدوء راح باعد الكاميرا، كولر بره الصوره. بص الناحيه الثانيه مصطفى فتحي وهو خارج، الراجل بدل ما يتجاهله ويبعد عنه وراح له، راح رايح له. فمصطفى بقى شكله وحش، فابتدى ان بص فرق كبير جدا. انت خلاص يوريتشيتش التبعيد، ربنا يعني ايه هديه ان انت مش شايف، تروح له ليه؟ هو ده بقى اللي انا بقول لك، الخبره. الخبره بتاعت المدرب. مصطفى خارج زعلان، راح قعد، راح شريف اكرامي قايل له كلمتين رد على شريف. طب انت انا اول مره اشوف على فكره شريف في حوار، يعني شريف من اللعيبه العاقله جدا وانت عارفه كويس، عاقل ودبلوماسي وبيفكر. مصطفى نفس القصه، من اللعيبه الطيبه جدا واللي ما بتسمع لهاش حس. فان هما الاثنين يوصلوا للمرحله دي اكيد في حاجه مش مظبوطه. هو يعني بص، يعني شريف كان زعلان اكيد من مصطفى ان هو خارج. شريف كان لازم يسكت بصراحه. يعني شريف مهما كانت خبراتك، انت خلاص انت الكبير يا شريف، انت الكابتن. ما هو انا برضو مش عايز الناس تاخدها اهلي وزمالك، ما فيهاش اهلي وزمالك، دول زمايل. انما يعني كان لازم شريف ما يتدخلش، لان اللعيب وهو طالع زعلان، سيبه ده لعيب خارج مضغوط. وبعدين بقى عايز اكلمك في حاجه مهمه يا ابراهيم. الحاجات دي بقى بتجيب عكوسات. يعني خلي بالك، عارف اللحظه اللي هم بيتخانقوا فيها دي، لو تشوف هي دي الكره اللي زلاكا راح مضيعها. دايما الدكه لما بتبقى هاديه الامور بتمشي كويس. فاهمني قصدي ولا لا؟ في وسط ما الناس بتتخانق راح جايه الفرصه بتاعت زلاكا، هي دي الكره الايه اللي ضاعت. ما اعرفش انت بتامن بالكلام ده ولا لا، لكن انا بقول لك انا بتاع كوره، انا احب الدنيا جنبي تبقى هاديه. ومحبش ابدا ان حد ايه قبل ما الكوره تخش جون يقول لك جون. يا عمي يا عم ما تفقرش، اصبر. والله ما تفقرش بيها. بص اهي، فعز ما هم بيتخانقوا راح جايه الكره بتاعت زلاكا اللي هي جوه اللي في ست يارده اهي راحت ضايعه. الكره دي يعني انت تفسرها بايه؟ كان لسه نازل ومشدود وخبراته قليله. هو نفسه مش مصدق، يعني انا حاسس ان هو قعد ثلاث دقايق. وبعدين يعني بعيد على الشناوي نزل لازم صدرك على الكوره دي، انا اموت عليها. ده حياه وموت. دي خلي بالك بتبقى اصعب من ان انت تشوف كوره من بعيد. يعني قصدي تركيزك فيها. انا يعني انا جبت يعني جوان كتير الحمد لله بالشكل ده، اللي هي داخل مكمل وبتاع. دي لازم تبقى تركيزك فيها 100%. الوضع التشريعي بتاع جسمي لازم صدري يبقى نايم على الكوره ومتاكد ان هي ما تعلاش مني. زلاكا طبعا لعيب كويس، لكن خبراته قليله وهيتعلم من الـ من الـ من الفرصه. ودي تقدر تدخلها تحت بند حته الضغوط؟ امال ايه؟ مضغوط طبعا. كلهم يا جماعه، المدرب يوريتشيتش موتر الناس كلها، موتر اللعيبه وموتر كل الناس اللي حواليه. طب واقف على خط بيسال. طب سؤال يا ميدو، هو المدرب على الشيبي والكره اتقطعت. بس انا اللي عايز افكر فيه معاك، هو المشكله في المدرب هو اللي موتر ولا الاداره؟ لا مدرب. يعني مشكله التذاكر اللي قبل الماتش ب 48 ساعه ماشي. مع التصريحات تم اداره الموقف بشكل خاطئ. ده من الاداره ده معاك. لكن انت النهارده كمدرب، لا لعيب الكوره لما بيشوف المدرب هادي ومش قلقان والماتش مش الايموشنز بتاعت الماتش مش ما سيطرتش عليه،
مش مسيطر على 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 نفسه على اعصابه. اللعيبه كمان بتتوتر. يعني انت لو مكان الشيبي ولقيت المدرب بتاعك عمال يعمل لك الحركه اللي هو بيتريق عليك دي هتعمل انت اعتقد انت هتفوق؟ طبعا لان النهارده انا راجل. انا هو مين احسن لعيب في بيراميدز في الملعب؟ مين احسن لعيب في الماتش الاولاني؟ الشيبي. لا يعني الماتش ده حتى لا الثاني برضو ما ظهرش بالمستوى يعني المعروف عنه ماشي يعني. بس لغايه الوقت الحته الكره اللي اتقطعت منه دي الوحيد اللي بيعمل كروسات والوحيد اللي بيلعب بثقه وبتاع. الكره اتقطعت منه في 65 متر في سته لعيبه وراه. مش ما ينفعش المدرب يقف ان هو يقعد يزعق له قدام الناس. القصه دي يعني هو حتى ملامح وشه متعصب جدا بزياده الزياده. بص هيروح عامل ان الكره بكعبه ازاي؟ طلع الشيبي بره الجيم. وانا متاكد ان الشيبي لما دخل بين الشوطين الراجل ده راح ضغطه زياده. ده راجل عنده مشكله وراجل انت عارف ان هو لعيب ايه بلمس. ايوه هتعمل له كده خلاص بالراحه ما ما تشيلوش ضغوط. الاعتراض على الحكم كل ده ماشي. قرارات التحكيميه بيعترض عليها. خد انذار. موتر الناس كلها. وتر كل الناس اللي طب هنا فين دور فين دور الجهاز المعاون او فين الناس اللي موجوده معاه اللي هم المفروض متمرسين عارفين الاجواء عارفين الدنيا مع وجود الجمهور الكبير اللي مع النادي الاهلي؟ هو انا برضو عايز افهم تمام فين هاني سعيد؟ معلش يعني الناحيه الثانيه مدير الكوره قاعد بس هاني مدير رياضي. لا هاني مدير كوره. هاني يعني اللي بيسمى اللي عندنا اللي احنا عارفينه عن هاني ان هو مدير رياضي فبيقعدش على لان انا كنت اعرفه ان هاني كان بيقعد على البنش. ممكن بقى ياخدوا قرار ان هو ما يقعدش على البنش. ده بقاله فتره بيقعد بس ماتش زي ده محتاج هاني. انا يعني انا كبيراميدز هاني بقى بخبراته بالتمرس اللي انت بتقول عليه بذكائه في ان هو يمتص غضب الحكم ويمتص غضب المدرب وان هو يقعد الناس وينظمهم. مين هيعمل الدور ده؟ هل دي صوره الصلح اللي ما بين اكرامي ومصطفى فتحي؟ شريف لعيب كبير. مصطفى طيب جدا ولعيب يعني ما يعني مش بتاع مشاكل. مصطفى ده يعني قطه مفيش عمره ابدا ما بيعمل مشكله لحد. العب العب ما تلعبش ما تلعبش. مؤدب جدا. ماتش المنتخب وقف على الخط وما نزلش ما فتحش بقه. شريف لعيب كبير وخبره وكابتن وهما الاثنين اخوات. وانا سعيد ان الموضوع اللي انتهى. وفي الكوره الحاجات دي بتحصل يا ابراهيم. كلنا في الكوره ياما فلتت مننا. لكن المهم ان ان الناس تكبر بعض بعد كده وان الناس يعني انا شايف ان اللقطه دي قفلت الموضوع. طب الاجواء دي الاجواء الحلوه اللي احنا بنتكلم عليها دي تلم بيراميدز تاني ويلحق يلملم اوراقه ويقدر يكون عنده فرص ولا الموضوع خلاص فرط؟ الموضوع انتهى؟ لا يعني ان بيراميدز ياخد الدوري؟ لا استحاله. يعني ما فيش حاجه اسمها استحاله بس ايه الضحكه دي؟ الحداقه ما بتحدفش كلاكيت. مفيش. خلاص كنت عايز تكسب الدوري كان لازم تكسب الاهلي. على الاقل ماتش منهم. انما النهارده يعتبر فرق 7 نقط. صعب جدا جدا. يعني والاهلي بصراحه يستحق ان هو يكون بطل الدوري. عايز احسن في كل حاجه. عايز اكلمك على حاجه وافهم بقى طريقه دماغك فيها بتفكر فيها ازاي لان انت تعرضت للمواقف دي قبل كده كتير جوه مصر وبره مصر. وقعت مروان حمدي. هو طلع واعتذر ودي حاجة يعني تثمن وتقدر لأن الاعتذار من شام الكبار ومفيش حد فينا ما بيغلطش. ولكن فكرة المفهوم اللي احنا بنتكلم عنه بتاع ان الجمهور لما يشتم اللعيب او يتجاوز في حقه طبعا ده غلط عشان بس ما حدش يقولنا كلام احنا ما قلناهوش. ان الجمهور يشتم لعيب او يشتم اي فرد من افراد المنظومة ده غلط ويجب ان يعاقب طبعا. تمام؟ بس هل اللعيب بما ان الجمهور شتمه عنده الحق ان هو يخش في ديبيت مع الجمهور ويشتم ويرد ده طبيعي ولا مش طبيعي؟ يعني احنا اتفقنا ان احنا مش عايزين شتيمه في المدرج لكن حلو. ده حصل. ما اعرفش الجمهور الاهلي شتم مروان ولا لا. انا بتكلم في العموم. يعني بعيد عن انا باخد موضوع مروان ده كمثال عشان نتكلم على فكره عامه. النهارده انت احمد حسام ميدو بيلعب في توتنهام خلاص واتهرى شتيمه. انا بكلمك انا ابراهيم انا قناعتي انا ان انا احط غلي في الملعب. طب انا بقى هكسب فرقتي وهطلع لكم لساني ان انا كسبت فرقتي. ده ردي انا بتكلم عليا انا. واحد تاني لا انا يا عم شتمت بامي انا هشتم الجمهور. في مواقف انت رايك ايه؟ انا في مواقف تعرضت لها كتير كنت برد في الملعب. وفي مواقف تعرضت لها طلعت بره خارج النص وتعاقبت. النهارده جمهور الاهلي لو في سباب والسباب ده تسجل مراقب المباراه سجله هيبقى في عقوبه على على جمهور الاهلي. الناحيه الثانيه تقرير مراقب المباراه هيدين مين؟ وخلي بالك احنا عندنا حته هنا ايه في دروب في الحته دي. لان النهارده مراقب مش هيشوف كل حاجه.
وما ينفعش ان انت تستند للفيديو الرسمي بس اللي هو بتاع شريط المباراه وتستند لتقييم الميديا. احنا عندنا كارثه في الموضوع ده. مفيش ده. احنا عندنا كارثه في الموضوع ده. انت عمرو زكي اتعاقب بالليبسنج مره واحده في التاريخ وما حصلتش. امام عاشور اتعاقب عشان عمل فيديو في اوضه اللبس في ماتش ناشئين. مره تلاقي عقوبه بتطلع بعد 3 شهور، ومره تطلع بعد 3 ايام، ومره تطلع بعد 3 سنين. هو ده اللي لازم عقوبه يتزبط. بعد يومين هو عقوبه. هو في حاجه اسمها كده في الدنيا؟ مفيش. هو ده اللي لازم يتظبط بقى. هو ده لما يكون عندك اداره قويه بتحط لوائح وضوابط على الناس كلها وبتنفذها وما بتستناش التوقيت المنافس للاعلان مناسب للاعلان على العقوبه، والنظام يمشي على الكل. هو ده اللي هيحصل في مصر. واحنا مش هنقبل باي حاجه تانية. احنا مصر بقى دوله كبيره واحنا عندنا تاريخ كبير في الكوره، وعايزين ان احنا يبقى في لوائح وضوابط عادله بتنفذ على الجميع. ده اللي احنا بندور عليه. رايك بقى اللعيب يخش ياخد حقه من الجمهور ولا لا؟ لا الصح ان الصح ان خلاص. وبرده يعني مروان قدم اعتذار وكل حاجه. انا ما اعتقدش ان هتبقى فيها عقوبه على مروان، لان النهارده هل مراقب المباراه كان واقف في التانل سامع مروان وهو بيشتم؟ يعني ما فيش. هيستندوا على ايه؟ ما اعتقدش ان هتبقى فيه عقوبه على مروان. اعتقد هتبقى فيها عقوبه على جمهور الاهلي للسبب الجماعي، غرامه معرفش هل هي متكرره ففي عقوبه تصاعديه، معرفش اللائحه بتقول ايه. وهيبقى في عقوبه اكيد على الشيبي ده اكيد. دول اللي هياخدوا اللقطه يعني، دول يعني ده اللي هيطلع على المسرح. الباقي كله ما اعتقدش ان هيبقى في حاجه. طيب عايز اخدك لاحمد الشناوي. احمد الشناوي ناس كتيره جدا صراحه كده وبمنتهى المباشره بتقول ان هو في الماتشات الكبيره مبقاش موجود. رايك ايه في المقوله دي؟ يعني او في الاتهام ده؟ يعني بص، ما ينفعش ان انا افضل اقول الشناوي افضل من موهبه والناس بتردد الكلام ده. يعني ايه افضل موهبه؟ مع احترامي يعني انا النهارده لما يبقى كل الماتشات، مش الماتشات الكبيره بس، ده ماتش المقاولين مع احترامي، اللي يعني فاول ما يخشش في عيل صغير في عز ما انت بتنافس ومتعادل 0-0. شفته ولا لا؟ لا. الكره اللي حاول يصدها برجله. لا مش حاجه ما يعني لو معانا يا جماعه نلحق نعرضها. جول يعني ما يخشش في عيل صغير. في ماتش مقاولين اللي فات ده، ماتش مقاولين اللي كان 3-1 تقريبا اعتقد صح؟ مقاولين جاب الجول الاولاني جول فضيحه. طب مش يعني ده لازم تشوفه. انا اعرضه دلوقتي. اخطاء متكرره متكرره. النهارده ايه اللي هنفضل نقول لغايه امتى ان الشناوي موهبه كبيره؟ الشناوي حبيبي يعني. بس لغايه امتى الاخطاء دي؟ الماتش اللي فات يا جماعه الكره دي ما تخشش في اي جول كبير. الراجل وسام ابو علي بيجري مع احمد سامي وشه لبره، اي انت طلعت سهلت له الدنيا، فتحت له الجون. لا تخيل بقى لو الشناوي ما طلعش، كان لازم وسام ابو علي هيدوس عليها. ده هي دي؟ يا نهار ابيض. شوف يا جماعه، انا اول مره اشوفها. لا انا ده كده على طول. جول قفشه بتاع الماتش اللي فات. ما بص ده من بعيد قوي كمان والكره ضعيفه يا جماعه. ده كان 0-0 0-0 في الدقيقة 35. يا نهار اسود. يعني ماتش يضيع لك الدوري. عايز تكسب بطولة لازم يبقى عندك جول كيبر جامد بيشيلك في معظم الماتشات. عايز تكسب البطولة لازم الديفنس بتاعك يبقى جامد. عايز تكسب البطولة لازم تبقى هادي. كل ده مش متوفر في بيراميدز. الفرقة الوحيدة اللي توفر فيها كل العناصر دي هو الأهلي السنة دي. الزمالك اتعرض لظروف صعبة جدا، بدأ الموسم بمدرب ثم غير لمعتمد بأوزوريو ثم معتمد ثم بعد كده جوميز، انتخابات الاستقرار. الأهلي يعني بيجني ثمار الاستقرار الإداري والاستقرار الفني. خلي بالك لعيبة الأهلي دي بتلعب مع بعض بقالها 4-5 سنين. انت بتشيل واحد وتحط واحد. انما في 5-6 لعيبه بقالهم 5-6 سنين بيلعبوا مع بعض. صحيح. المدرب ده ايه، ثالث موسم؟ تاني ده تالت ولا تاني يا جماعه الكولر؟ ثالث موسم لكولر. ده نهايه التاني صح؟ اه او التالت مش عارف. الاستقرار ده للانديه الكبيره ده كنز. الزمالك داخل ان شاء الله في الحته دي. باذن الله داخل في الحته دي، ما بقاش فيه تغييرات كتيره. لكن الاهلي يستحق ان هو يبقى بطل الدوري. احنا يعني ايه، احنا كلنا اوحنا وتوقعنا. انا نفسي توقعت ان ضغط الماتشات والفرق الكبير في النقط مع بيراميدز، ان بيراميدز مش 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 هيقعوا بالشكل ده، والاهلي هو اللي ممكن يقع. لكن بصراحه لعيبه الاهلي رجاله. عايزك تكلمني عن الباس ده بتاع امام عاشور. هو لا، على فكره اللعيب الوحيد في نص الملعب اللي بيلعب كره في الاهلي امام. يعني الراجل بيلعب باثنين ترسين، اكرم ومروان، واحد على اليمين ومروان، وامام هو اللي ايه
الثمانية اللي بيروح وبيلعب كورة وبيشوط على الجون وده بيوريك ان كولر ده ذكي جدا واقعي راجل واقعي يعني انت هتسألني احسن مدرب اجنبي جه الاهلي بعد جوزيه هو كولر احسن من فايلر وموسيماني فايلر ما خدش وقته فايلر بنى مدرسة لعب حلوة كرة حلوة انما كولر ذكي بيلعب باك رايت وباك ليفت واقفين مش طمعان في الماتش بيطمع بيراميدز في الجيم بيلعب على التحولات نص ملعب ترسو بمروان واكرم واكرم وامام بيدافع بشكل كويس الاجنحه بتاعته بتدافع بشكل كويس الناحيه الثانيه لعيبه بيراميدز لاكاي بيخش لجوه في الشيب خالد عبد الفتاح على طول فاضي حسين الشحاب بيخش لقلب الملعب ومحمد حمدي بيخش بص الجون ابراهيم امام عملها 10 على 10 طبعا تحرك وسام 10 على 10 تخيل لو الشناوي واخد خطوتين ورا ما طلعش كان لازم وسام ابو علي هيدوس عليها خلاص اللعبه انتهت لكن وسام ابو علي ده مهاجم كبير مهاجم يعني اضافه كبيره للدوري المصري اهداف متنوعه بيتحرك كويس جدا حلوه قوي قوي الجمله دي متنوعه يجيب جون الاجوان في حاجات بيمينه وبشماله بدماغه بيتابع كويس شارب رد فعله للحاجات القصيره كلها راس حربه راس حربه يعني ايوه هي دي بقى الراسات حربه هي دي اللعيبه اللي عايزينها في مصر زي وسام وزي فيستون مايلي لعيبه بتجيب الجوان وبتبص الجوان كلها صعبه على فكره ومختلفه مهارات مختلفه ومتعدده بيمينه وبشماله وبنالتيز صعب هو ده اللي كان الاهلي محتاجه الاهلي يعني وجد ضالته اخيرا في وسام ابو علي في مركز الهجوم ولكنه غير كافي لازم هيبقى في راس حربه تاني جامد بنفسه ده اكيد وممكن مع رحيل طاهر او بيرستاو كهربا يتم توظيفه ناحيه الشمال كوينج ليفت كان ما شغال وكهربا مش لازم يمشي كهربا برده خلي بالك لعيب عنده خبرات كبيره جدا انا متوقع ان الاهلي لان خلي بالك اسامه ابو علي مش محسوب اجنبي فانت النهارده انا متاكد ان الاهلي هيتعاقد مع راس حرب اجنبي جامد في الحته دي وهيتعاقد مع لعيب نص ملعب جامد ومع باك ليفت جامد طب قبل ما نطلع لفاصل هل شفت تعامل كولر مع امام عاشور بذكر يورتشيتش وازاي كان موتر دكته وموتر لعيبته شفت بقى تعامل كولر الماتش. مع امام عاشور بعد الماتش المكسب بيلم كل حاجه المكسب جميل في الكوره يلم لك كل المشاكل ويعني المكسب خلي بالك بص ان هو ماتش الدوري ها انت ده ماتش الدوري ولعيبه الاهلي عارفه والجمهور عارف انتصار كبير جدا للاهلي نقعد بقى انا وانت نتناقش ان اخطاء تحكيميه ضرب الجزاء مش ضرب الجزاء الاهلي كان احسن كتير الاهلي ملتزم التزام كبير جدا في ديسيبلين كبير جدا في المجموعه تفرق مع اللعيب الحركه دي اللقطه دي تفرق مع اللعيب طبعا يعني انت لو خارج متضايق وزعلان ومقموص وشايف ان انت ما كنتش تطلع بخلي بالك برعايه مين برعايه اللعيبه يعني هو بيعمل كده في وسط اللعيبه وفي وسط خالد بيبو وفي وسط المكسب بيضيع كل حاجه بس في برضه ميدو مدربين انت عارف بيبقى عنده حته كبر ما يعملش ده حتى قدام الناس ما يحسسش اللعيب بنجوميته مش في الموقف ده لان كولر كسبان هو الكبير يعني عارف لو الاهلي ما كسبش لو الاهلي كان اتعادل ما كانش كولر هيعمل كده انما كولر بيقود المجموعه بارتياحيه كبيره جدا وهو عارف كمان على فكره ان امام لعيب ملتزم وبعدين انت لما تيجي تبص في الموقف هو امام ما خرجش عن النص طبيعي ان انت وانت خارج امام احسن متضايق من احسن لعيبه في الملعب كان احسن لعيب ساعتها وانت خارج طبيعي ان انت متضايق ان انت خارج لكن هل في تعدي لفظي على المدرب هل في مفيش ولا حتى في تشويح هو طالع متضايق وطلع قاعد على الدكه نطلع لفاصل ونرجع نكمل كلامنا مع العالمي خليكم معانا بنجدد الترحيب بحضراتكم مره تانية ميدو عبد المنعم سامعين النهارده ان جاله عرض من بولونيا ايه رايك في الموضوع ده والله يا ريت يا ريت يا ريت طبعا لان عبد المنعم يقدر ان هو يلعب في الدوري الايطالي سريع وقوي وافضل بديل لكالافيوري كلنا عارفين ان كالافيوري خلاص راح ارسنال ومنعم عنده ميزه ان هو بيعرف يلعب ناحيه الشمال خلي بالك ان يعني في سنتر باكات كتير قوي لما بتيجي بتعرف تلعب ناحيه الشمال صح بتلخبط كان منعم بيلعبها كويس قوي بيبدا هجمه من الحته دي كويس جدا ودفاعيا في الحته دي كويس جدا وهو ده اللي احنا كنا بنتكلم عليه ما نبصش للموضوع ان 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 منعم لو مشي ديفنس الاهلي هيقع مش حقيقه مش حقيقه ممكن يحصل هزه صغيره بعد كده هتلاقي حد هتجيب حد وهيشتغل تخيلوا يعني فرقه
بولونيا دي هتلعب في الشامبيونز ليج السنه الجايه موجودين. تخيل نفسي ان احنا نسيب اللعيبه تطلع بيلعب بقى في الاهلي في الزمالك. انا نفسي اللعيبه اللي جالها عروض نسيبها تطلع ونستفيد منها ويرجعوا لنا مره تانية بخبراتهم. بتشوف ان عبد المنعم يقدر ينجح في ايطاليا؟ طبعا دوري صعب خلي بالك. أيوة. يعني هو لازم يبقى جامد قوي ويعرف ان هو رايح حرب رصاد حربه جامدين وجيم فيزيكال ولازم تبقى مستعد. لكن هو لعيب كويس منعم يقدر ان هو ينجح طبعا. بتشوف انه ديانج يستحق انه يمشي من الاهلي؟ ما ينفعش تبقى لعيب اجنبي في اجنبي وما تبقاش بتلعب اساسي. ديانج بقى له ماتشات كتيره جدا ما بيلعبش بس عشان هو وحش وعشان الراجل مش بيديله فرصه. لا هو طب انت قول لي كده ديانج هو 8 ولا 6 لما بيلعب 6 عنده مشاكل كتيره جدا في استلام الكوره بريسنج تريجر الناس كلها قام بيستلم الناس وتقعد تضغط عليه. ولما بيلعب 8 ما بيفيدكش في حاجه يعني يعني زي معلش مع احترامي زي اكرم في الحته دي يعني مش لعيب مبدع لما بيروح التلت الاخراني لا بيشوط على الجون ولا بيعمل اسيست ولا. فانا في رايي ان لو الاهلي هو الاهلي غلط ان هو لما جاله العرض بتاع تركيا ما بعوضش كان لازم يضربه بالسبعة كان رقم كان خمسة ولا ستة كان حاجة كده كان رقم كبير جدا. هو لعيب كويس الاهلي جابه في سن كويس بس الاهلي ساعتها كان مصر انه ياخد الرقم كاش وكان النادي التركي عايز يوسط. هو دلوقتي عنده عرض في السعودية صح؟ خلاص هو مضى خلاص عرض عرب 350,000 دولار. لا 100 100 وانا متوقع ان هو هينجح هناك ويشتغل كويس هناك. مع ان هو كان عمل اول فتره ليه مع الاهلي كان رهيب. مش لعيب هو بص هو لعيب عنده ميزه جامده جدا ان هو طبعا قوي بدنيا وهو بيعمل كاونتر بريسنج لما الكره بتتقطع بيعرف يجيب الكره بسرعه. أيوة. وهو كولر لما كان بيلعبه في الماتشات دي كان بيلعبه عشان الحته دي بس مش لعيب اللي صنع لك الفارق يعني مش اللعيب المبدع اللي يعني ما يعني انا شايف انه كويس انه يروح اعاره اعتقد اكيد يعني هيبقى فيه اوبشن تو باي او هيجي له عروض ثانيه كويس جدا ولازم الاهلي يجيب بقى لعيب نمره 8 جامد في الحته دي. وانا برضو مستغرب ليه القندوسي مش في الصوره يعني القندوسي لعيب نمره 8 جامد خلاص وعارف الدوري المصري وبيعرف يجيب جوان ومتالق مع السيراميكا مش 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 عارف ليه القندوسي مش في دماغ كولر يعني. عايز اخدك للزمالك. الزمالك محتاج مين السنه الجايه وهل عمر الساعي بتشوف ان هو يبقى اضافه لخط وسط الزمالك؟ يعني الزمالك محتاج جول كيبر الزمالك محتاج سنتر باك الزمالك محتاج لعيب نمره 6 جامد قوي بقى يلعب 6 و8 وراس حربه وينج يلعب على دونجا ولا مع دونجا؟ مع دونجا. انت النهارده يعني لازم يبقى عندك بدايل ولازم انت في وقت من الاوقات دونجا ممكن ان هو يريح ويكون في يعني الزمالك لعيب عايز لعيب زي توريه كده بلاتي توريه اللي بيعرف يلعب 6 و8 يلعب جنب دونجا في وقت من الاوقات يشيل مع شحاته شحاته يلعب 6 لازم يبقى عندك التنوع ده خاصة ان انت كل اللعيبه اللي عندك في نص الملعب التانيين كلهم نمره 10 اكتر كلهم تمانيات عبد الله حمدي ناصر ماهر كلهم تمانيات بصيغه 10 عمر لعيب كويس قوي قوي وانا عن نفسي اتمنى ان هو يبقى موجود في الزمالك بالاتفاق مع الاسماعيلي وان الاسماعيلي ياخد فيه رقم كويس الاسماعيلي يعني ولاده يعني دايما بيطلع لعيبه كويسه وعمر من اول يوم انا يعني انت اللي مطلعه انا اللي مطلعه وانا يعني في الوقت اللي انا لعبته كان وقت صعب جدا بس هو بصراحه ما شجعني اللعيب بيشجعك عنده شخصيه لعيب راجل وحريف وبيعرف يجيب جون فاتمنى ان انا يعني لو هيمشي من الاسماعيلي خلي بالك الاسماعيلي برده لكن محتاج ولاده ولكن ممكن الاسماعيلي يستفيد ماديا بشكل كويس جدا. بمناسبه حراسه المرمى انت مع ان عواد يمشي؟ بص يا ابراهيم اقول لك بصراحه اليوم اللي عواد ما رضاش ينزل فيه ماتش الاهلي انا كنت اتمنى ان هو ما يخشش الزمالك تاني بكل صراحه. ما رضاش ينزل فيه ماتش الاهلي ما رضاش ينزل الماتش اللي اتغلبنا فيه 4 ما رضاش ينزل بين الشوطين طلب منه ان هو ينزل وقال لا قال انا اسيبه صبحي يلعب انا ما ينفعش ان انا انزل انتوا كده هتخلصوا على صبحي ده كلام عواد. انا بالنسبه لي خلاص انتهى انا عن نفسي مش عايز اشوفه تاني في الزمالك كل صراحه يعني ما زعلش مني بتشوف ان هو يعني انت بتاخدها من زاويه ان هي فيها تخلي عن فريقه طبعا يعني. لازم يمشي عواد لازم يمشي لما تكون بصراحه بس هو برضه ليه كريدت جوه النادي وساهم مع زمايله في ان طبعًا الزمالك يكسب طبعا طبعا ولا لا اقلل عواد لكن 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 بصراحه عمل كذا موقف انا عارفه في وقت من الاوقات كان بيدعي الاصابه وفضل فتره طويله مش عايز ينزل التمرين في الوقت اللي كان صبحي بيلعب فيه
انا بصراحه يعني لو هتقول لي انا لا لازم يبقى جول كيبر تاني يجي مع صبحي. حد من الدوري المصري ولا حد من ما فيش اجانب في مفيش اجانب لا يعني انا قصدي حد من الدوري المصري حد من الناشئين يعني ممكن ترجع مثلا احمد نادر السيد أنا مثلا انا اتمنى الثلاثه جول كيبرز بتوع الزمالك السنه الجايه يبقوا صبحي وجنش واحمد نادر السيد. انا في كده الدنيا في تدرج كويس في منافسه ما بين جنش وصبحي واحمد نادر يخش الخناقه دي ابن النادي وعنده شخصيه وفري يعني ما فيش مشاكل ان هو يبقى موجود فانا اتمنى ان دور الثلاثه مش عايز عواد يزعل مني عواد انا دربته في الوحده ودربته في الاسماعيلي ربنا يعلم انا بحبه قد ايه لكن هو بصراحه في اوقات صعبه اتخلى عن الزمالك ما كانش موجود مع الزمالك مش عايز اقول لك يعني في وقت اوقات كان على طول بيروح التمرين متاخر في الوقت اللي هو ما كانش بيلعب فيه على طول نص ساعه متاخر كذا واتنفذت عليه اللائحه 17 مره ده غير مشكلته في المعسكر قبل كده عواد يعني في رايي ان هو خلاص الزمالك خد كل حاجه منه وهو مش هيقدم حاجه تانية للزمالك. طيب بمناسبه اللعيبه السوبر هل الزمالك يقدر يتعاقد مع لعيبه السوبر في الوقت الحالي وهل انت مع فكره ان اشرف بن شرقي يرجع تاني؟ يا ريت يا ريت بس فلوسه كتير قوي يعني مش بتشوف انه مثلا سنه كبر انه مش بالشرط دايما التجربه الثانيه بتكون ناجحه زي الاولى؟ والله ابراهيم اشرف ده بن شرقي ده مش محتاج ان هو يعني هو لعيب يعني لعيب جامد قوي لا بيكبر هو ابن لذينة يعني لعيب كبير انا اتمنى ان اشرف يرجع احنا محتاجين وينج جامد بالذات بيلعب ناحيه الشمال يعني انا النهارده لو عندي يا اشرف بن شرقي يا رمضان صبحي وعندي هنا زيزو معلش مع احترامي يعني ومصطفى فتحي معاه وشيكابالا موجود وعندي اللعيبه نمره 10 دي مع سيف الجزيري وراس حربه تاني جامد الزمالك ده الاعتبار انت شايف ان الزمالك يخش في ياخد مصطفى فتحي يرجع مصطفى فتحي يا ريت يعني لو يعني مصطفى برضو معلش انا اسف محتاج الزمالك والزمالك محتاجه ف ده لازم يبقى بص الزمالك عايز ينافس لازم يبقى عندك اختيار واثنين وثلاثه ومن ست كمان مصطفى شلبي يبقى موجود ولازم يبقى عندك الاختيارات دي ويبقى عندك المنافسه دي لازم اللعيب اللي بيلعب في الزمالك يبقى عارف ان هو لو بكره ما لعبش كويس في واحد هيركب مكانه وهياخد مكانه هي دي المنافسه الموجوده وانت بتشوف واحنا بنستعرض اهداف اشرف بن شرقي وانت بتشوف الاسيست اللي عمله شيكا لاشرف بن شرقي بتتمنى ان شيكا كان يبقى في يعني في الوقت الحالي مع المجلس اللي موجود دلوقتي مع العقليه والالتزام اللي هو موجود فيه بس فورم شيكا 2010 هو شيكا لغايه دلوقتي هو المعلم هو المعلم بتاع الناس دي كلها هو شيكا بينزل ربع ساعه بينزل يغير الجيم بينزل يعمل فاول ينزل يعمل جون ينزل يجيب ينزل بيعرف مفيش زي شيكا شيكا وشيكابالا مفيش لعيب هيجي مفيش لعيب زيه ولا لعيب هيجي زيه بص يعني بص الجول ده اخر دقيقه في البنك الاهلي مين يجيب الاجوان دي من 30 يارد لو هو ايه شيكا لازم ده غير بقى دوره الكبيره ابراهيم بره الملعب شيكا بيقوم بدور كبير جدا موهبه رهيبه بصراحه موهبه رهيبه يعني لعيب كبير قوي 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 يعني من احسن اللعيبه اللي جت في تاريخ مصر شيكابالا بتشوف انه قرار استمراره في الملاعب للسنه اللي جايه اللي هو كان بيقول ان احتمال تكون هي اخر سنه شايف ان ده قرار غلط منه لازم ان هو ياخد سنه كمان يكمل اكتر من سنه اللي جايه يعني دي اللي جايه واللي بعديها هو مضى سنتين بعد دي هو كان بيقول ان السنه اللي جايه تبقى هي دي اخر سنه ليه هو اللي يختار شيكابالا في مكان دلوقتي ان هو اللي يختار ايه اللي يخلي ايه اللي يزعجك من اللعيب الكبير ان هو يكون مثير للمشاكل ما يكونش واقعي ما يكونش متقبل فكره ان هو يقعد انما شيكابالا بيلعب لما بيقعد موجود مع الناس خش المعسكر ما عندوش اي مشاكل وبعدين شيكابالا خلي بالك ليه دور كبير جدا ان هو بيشرب الدي ان ايه بتاع النادي للناس اللي جايه وللعيبه الصغيره فانا اتمنى ان كمان شيكابالا يتم تحضيره لبعد الاعتزال بشكل كويس هو نفسه يبقى مدرب على فكره شيكابالا فلازم من دلوقتي نشتغل على الرخص التدريبيه بتاعته ان هو اول لما يعتزل يبتدي يخش في الجهاز بتاع الفريق الاول او يبقى لازم يبقى ليه دور كبير جوه النادي شيكابالا طيب بمناسبه التدريب والمدربين تعالى نوري لك صور ثلاث مدربين ونعرف حدوده ميدو معاهم انتوا تفاجئوني كومان وساوس جيت وسباليتي ثلاثه دربوني الثلاثه صيفوا من اليورو بدري ليه ساوس جيت وصل للفاينل
يعني سباليتي. بس يا راجل ده كان معاه منتخب مش ياخد الفاينل ده، مش ياخد اليورو ده، ياخد كاس العالم. والله العظيم وقعد بالمر احتياطي وبيلعب بلينجهام جناح شمال، بيعمل حاجات غريبه قوي والله العظيم. هو بيخاف بس ساوث جيت مش شخصيه قويه. ايوه بس بيعمل حاجات غريبه يعني. يعني في حد يقعد 60 دقيقه في الفاينل بتاع اليورو يلعب بلينجهام جناح شمال؟ لا ما هو ايه يا عم ده، هو مرتبك وبيخاف. افضل مدرب فيهم فنان هو سباليتي بجد. سباليتي معلم تكتيكال وشخصيه قويه جدا. كومان مدرب كبير لكن صدامي جدا. يعني كومان انت ليك معاه حواديت. كومان اكتر واحد اتخانقت معاه فيهم، لكن كومان بحبه جدا على فكره. بس برضه هو جيله يعني كومان برضه هو حظه المنال ب 60 ميلا ان هو جالك في الوقت اللي انت كنت ما بتعتمدش على اسمه قدامك. كنت جامد. ايوه ما انا بقول لك كنت بلعب يعني. بس هو كومان لغايه دلوقتي علاقتي بيه كويسه جدا بجد والله. يعني انت عارف كنت بقى يعني ولغايه وانا ماسك الاسماعيلي. خلي بالك انت في الوقت ده ما كانش فيه يا جماعه لسه ساعتها انترنت، فاحنا كنا نبقى قاعدين ميدو بقى كان ساعتها بالنسبه للجيل كمان بتاعنا، احنا كان بالنسبه لنا ميدو ده يا نهار ابيض ده راح اياكس وبيلعب وبنستنى نقعد بقى نستنى ماتشات ميدو دي واللقطات اللي بتيجي في 24 ساعه وبتاع مش عارف ايه. فكنا نسمع ده ميدو ضرب كومان، ده ميدو مش عارف عمل مش عارف ايه، ده اتخانق مع كومان، بس هو مش كان دي برضه ده راح بالعربيه مش عارف ايه. ف هو ما كانش يعني ما كانش عارف يتعامل معايا انا كنت. انا برضه خلي بالك كنت شخصيه قويه وكومان ده لغايه دلوقتي علاقتي بيه كويسه جدا. يعني بص كومان ببعت له لقطات السنه اللي فاتت وانا ماسك الاسماعيلي. كنت ببعت له ملخصات الماتشات ويقول لي رايه بجد والله. والله على طول كل ماتش رايه ان لا دي بتتعمل بشكل احسن. دي الناس دي بص عظيمه جدا يعني. ممكن ساعتها يحصل مشكله ما بيني وما بين حد، ما بينك ومن حد، لكن علاقتنا كويسه جدا. ويرجع لك بالنوتس بتاعته يقول لك مثلا لا عدل دي اعمل دي. ايوه على طول تواصل بتواصل. طب والله دي حاجه حلوه جدا. طبعا طبعا. وعلى فكره معظم يعني انا مارتن يول على تواصل دائم معاه وببعت له حاجات وهو بيبعت لي حاجات والحمد لله كل يعني مدربين يعني رغم ان وقتها كان في مشاكل. هقول لك على حاجه، هي دي حاجه ممكن تخسرنا ميدو ك يعني كاعلامي ومحلل وكده، بس انا واحده من امنياتي ان انا نفسي اشوفك بتدرب في البريمير ليج. يعني زي ما انت كنت اول لعيب مصري يلعب في البريمير ليج نفسي اشوفك في يوم من الايام. طب ايه رايك ارجع العب؟ والله العظيم ده انت كنت فارق جامد قوي يا ميدو، كنت فارق أيوة جامد عايز يعني. ارجع العب. عندي رحله غير مكتمله. والله. ويمكن بفكر ان ارجع العب. والمصحف؟ والله. انت بتتكلم جد ولا بتهرج؟ لا بتكلم جد. تلعب فين؟ في مصر، في الدوري المصري. بجد والله العظيم؟ اراهن لو رجعت الدوري المصري السنه الجايه اجيب على الاقل 10 جوان. والمصحف؟ وتنزل تعمل فتره اعداد وترجع. انا جاهز. انت كام دلوقتي يا ميدو؟ يعني انت كام سنه؟ سنة 41. العب يعني السنه الجايه دي وانا واقف اجيب 10 جوان. بجد والله العظيم؟ بالمستوى اللي انت شايفه في الدوري؟ مفيش رصاد حربه. يعني برضو خلي بالك مستوى المهاجمين مشجعني ان انا ارجع العب. انا مش بهزر. انت بتتكلم بجد والله؟ ايوه انا هرجع العب. انا بعلن مع عندك ان انا بنسبه كبيره السنه الجايه هرجع لك. ده في كلام يعني مع حد مع فرقه؟ انا في فرقه هخش معاها فتره اعداد قريب. بجد والله العظيم؟ الله الله ده انت ايه المفاجات اللي على الهوا دي. هرجع العب والله. هرجع العب يعني ومحتاجه مني شغل اكتر. انا جاهز دلوقتي بنسبه 60%. يا ده انت ايه المفاجات اللي انت بتقولها على الهوا دي؟ والله هرجع وبتتاهل عشان كده؟ بتاهل وبزود الفتنس بتاعي وشغال بشكل كويس جدا ان شاء الله باذن الله. ده ايه فرقه ده فرقه صعبه للدوري الممتاز ولا فرقه ولا فرقه موجوده في الدوري؟ لا ما انت قول لي تتخبى عليا انا. فرقه كبيره فرقه تاريخيه ان شاء الله باذن الله هرجع. تاريخيه؟ اسماعيلي ولا ايه؟ ما شاء الله والله هرجع لها بجد والله مش بهزر. انت خلي بالك انت على راي كابتن ميمي شديد ربنا. طبعا قصه حلوه ان انا خلي بالك انا ما اعتزلتش. انا اجزت 10 سنين. كنت باخد خبرات في مجالات تانية وراجع العب. والله انت مجنون تعملها عادي. لا هرجع العب. انا مش بهزر والله انا هرجع العب تاني. لا ده احنا ده تصريح الموسم ده. هرجع العب وراهنك ان انا لو رجعت لعبت وربنا كرمني وكنت سليم وفت ان انا اجيب 10 جوان في الدوري. بجد والله العظيم يا ميدو؟ والله. بص انا عندي قناعه فيك تماما. انت بتعمل اي حاجه. لا والله هرجع العب بجد مش بهزر.
بحضر نفسي، هتلاقي كم بحضر نفسي الفتره اللي جايه، وهبتدي اشتغل على الفيتنس بتاعي بشكل اكبر. بتمرن كوره، بتمرن كوره على الاقل مرتين ثلاثه في الاسبوع. انا لسه شايف لك فيديو وانت بتمرن مع فرقه 19 في الزمالك. بروح بس انت طول عمرك بتعمل كده يعني. انت فاكر انت كنت بتبقى بتلعب في توتنهام ومكسر الدنيا، وتيجي لما تنزل اجازه تتمرن مع الزمالك هنا في في زمور، حلمي زمور. بتمرن والله مع الشباب، وبشكر طبعا كابتن بدر حامد ان هو سمح لي ان انا انزل التمرين وانزل التدريبات، يعني هم كلهم ولادي. وبشكر كابتن اسامه عبد الله، بتمرن معاهم وباخد الاحساس بتاع الفرقه. ولو النادي بتاعي ما ساعدنيش، مين هيساعدني؟ انا حاسس ان انا ممكن، ان انا يعني ايه، عارف برضو موضوع ان انت ترجع تلعب ده مش سهل يعني. طبعا محتاجة يعني طبعا محتاجه تضحيه. انت صدمتني اصلا، انت مفاجاه بنت لذينه، قصدي حاجه مش سهله. وبعدين انت تاريخ مش قليل برضو. اقدر اعملها محتاجه تضحيات اكبر. انا دلوقتي يعني شغال كويس جدا، لكن محتاجه شويه تضحيات اكبر، لكن هرجع العب ان شاء الله. نختم الحلقه دي بالتصريح العالمي بتاع العالمي، تصريح الموسم. ميدو نورت الدنيا، ومنتظرك السنه الجايه هداف الدوري. ربنا يستر. 10 تجوان. 10 تجوان، وزي يا ما هو اللي بيجيب 10 تجوان بيبقى هداف الدوري. ليه؟ لا ليه انت محسسني ان احنا عندنا بيجيبوا 70 جول؟ 10 ده احنا الهداف يا جماعه. ده فيستون جايب كام جول؟ مش عارف 17 ولا 14، يعني ما فرقتش كتير. انا راضي ب 10 والله العظيم. ده بص، ده لو 10 ده احنا نعمل جايزه، جايزه بس 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 يعني بطالب كابتن حسام حسن ان هو يبص لي بنظره عادله. متخيل انا؟ متخيل بقى، بقول لك ايه، بص، متخيل احمد حسام ميدو، احمد حسام ميدو وحسام حسن، وانت لعيب بقى دلوقتي ومعاهم دي بقى منتخب مصر. ايوه ما انا عارف حبيبي. واعتقد انت عشت معاه فتره كانت حلوه. طبعا يعني كان عارف اتعامل مع، يعني انتوا الاثنين كنتوا عارفين هو فاهم دماغك. حبيبي كابتن حسام، انا عارف اتعامل معاه. لا بس بقول لك ايه، ما تقلقوش علينا، ما تقلقوش علينا، هتلاقي بص في ضرب صواريخ. أميدو نورت الدنيا حبيبي يا إبراهيم، كل الشكر ليك. شكرا موصول لحضراتكم على المتابعة. نشوفكم بإذن الله بكرة على ألف خير. عرض الصيف من البنك الاهلي المصري، اشتري بكريدت او ديبت كارد وممكن تكسب لحد نص مليون جنيه. فكريم حقق كل احلامه، بس كريم كان حاجه تانية خالص قبل كده. لا انا ببص بص ليه كده على حاجه، حاسه مش احسن حاجه. وانت ايه رايك؟ لحسن اغرق ولا حاجه؟ لف لفه واجي بسرعه. عندك منها 12 سرعه؟ تخيل بيخربشني، العطيفه بتشعرني، الستان بيزغزغني، حاسه مش عاجب مراتي، اسعارها بعتها لمراتي، صوتها مش عالي قوي. صوتها عالي قوي. هات رقمك وهكلمك، هسيب لك رقمي وكلمني. انا بس لازم امشي حالا، هعدي وقت تاني. ما هزود دي كمان، حاسب عليها بالكريدت او الديبت. شوف انت اللي طول السنه نفسك فيه جه الوقت انك تشتريه، عشان كل 1000 جنيه هتصرفها بكريدت كارد او ديبت كارد البنك الاهلي المصري طول فتره الصيف هتدخلك سحب، وممكن تكسب لحد نص مليون جنيه. عرض الصيف من البنك الاهلي المصري، اي شروه ممكن تعمل لك ثروه. البنك الاهلي المصري، بنك اهل مصر. ثانيه بقى نتكلم جد، وسع تاني.